الكلام النهارده في موضوع او الانتقاد بمعنى دور على الاصوات معلق صوتي محترف ويعلم ان الحكايه وانا بصوتي اسلام عادل. نقرا لكم روايه رجل تحت الصفر لدكتور مصطفى محمود بصوت اسلام عادل. القاهرة صباح السبت 1 يناير عام 2067. في صاروخ متجه من القاهرة إلى لندن. في مقعدين متقابلين جلس الدكتور شاهين والمهندس عبد الكريم. كل واحد منهما يبدو كأنه نسخة من الآخر، وكأنهما توأمان، مع أن أولهما مصري والثاني عراقي. وكذلك كان كل ركاب الصاروخ نسخا متشابهة من صورة واحدة، وكأنهم إخوة أشقاء، مع أن كل واحد من جنسية مختلفة، خليط من إنجليز وفرنسيين وأمريكان وروس وصينيين ويابانيين وهنود وأندونسيين وسنغاليين وإسكيمو. نعرف ذلك من الأسماء، لأن أحدا لا يحمل باسبورت عليه إشارة بجنسيته أو بلده. كل ما تحويه بطاقة السفر من معلومات هي الاسم والسن وفصيلة الدم ورقم البروتين والمكافئ المغناطيسي والمعادل الكهربي والحمولة العصبية، مجرد شفرة جبرية ورموز وأرقام، هي كل الدلالة على شخصيته. التفت الدكتور شاهين من نافذة الصاروخ إلى السحاب الذي يتطاير كقطن مندوف وقال متثائبا: مضت 3 ثوان وربع على قيام الصاروخ، لقد بدأت أشعر بالملل، ومصمص بشفتيه. لا أفهم كيف كان أجدادنا يحتملون ساعات من السفر في طائرة تسير بمحرك، سلحفات لاكعة تقطع الكيلومتر في دقيقة. تصور الفظاعة، كانت على أيامهم هي الإكسبرس الطائر، وكل 100,000 كيلو تنزل لتملأ خزاناتها بالبنزين. بنزين، تصور طائرة تملأ خزاناتها بنزينا. البنزين الذي لا يعجبك كان هو الذهب السائل في تلك الأيام. من يملك البنزين كان يملك العالم. البدوي الفقير الذي كان يعثر على بئر بترول كان يتحول بقدرة قادر إلى مليونير. كانوا تلك الأيام يحفرون الأرض بأظافرهم لاستدرار هذا الطفح والعطن بأي سبيل. لو أنهم الآن بعثوا من قبورهم ليروا هذا الذهب الأسود الذي عبدوه ملقا في مزبلة واحدة مع الفحم والحطب والقوالح. من حسن الحظ أن أحدا لا يبعث من قبره. وبعد ثانية أخرى كان الاثنان يسيران في ريجنت ستريت بلندن، والجو صح والشمس ساطعة، لا أثر لذلك الجو الرمادي الذي عرفت به لندن على مر العصور، قد تم تكييف جوها. قال دكتور شاهين وهو يدخل في نفق ضيق ثم يستقل قطارا ثعبانيا أملس بلا عجلات: ميعاد محاضرتي في الجامعة بعد 10 دقائق، أرجو ألا يسرقنا الوقت. أطمئن، هذه الزحافات التي تسير بالمغناطيسية الأرضية سريعة جدا وستصل في ميعادك. وجذب الباب خلفه، وما لبث أن ارتفع صفير خافت وانزلقت المركبة الدودية في النفق كأنها قذيفة. وألقى الدكتور شاهين رأسه على المقعد وأغمض عينيه في إغفاءة قصيرة. الحقيقة أن الجو كان يغري بالاسترخاء والنعاس. كانت المركبة متوازنة جدا، لا تكاد تهتز شعرة برغم سرعتها، وكانت المقصورة مكيفة الضغط والهواء والرطوبة. وفي الهواء عطر شانيل خفيف منعش وأنغام موسيقى خافتة تنساب من بوق عند رأس المقعد. ميزة هذه المركبة أنها خلصتنا من عطلة المرور والإشارات، فلا يوجد عابر سبيل في النفق الاسطواني غيرها. ونظر عبد الكريم إلى ساعة يده ثم هز زميله النعسان برفق: لقد وصلنا إلى الجامعة. وكانت الزاحفة قد توقفت تماما، وبدأت المقاعد تتحرك في حركة رأسية كأنها مصاعد أوتوماتيكية. يصعد الواحد تلو الآخر إلى سطح الأرض، حيث ينزل الراكب بسرعة ويتجه إلى سبيله. مد الدكتور شاهين يده إلى زميله مودعا:
نلتقي بعد ساعة في الكافيتيريا. وانطلق مسرعا إلى قاعة المحاضرات. كان هناك أكثر من 1000 طالب، وكان ما يلفت النظر ذلك التشابه الشديد بين وجوههم، وكأنهم إخوة أشقاء. نفس الملاحظة التي لاحظناها في الصاروخ. وبسط الدكتور شاهين خريطة كبيرة من النايلون الملون على فانوس وهو يقول: كانت هذه هي خريطة العالم منذ 100 سنة. هذه الخطوط التي ترونها كانت فواصل وحدودا إقليمية تقسم العالم إلى دول ودويلات. وفي الحقيقة كان العالم ينقسم إلى قسمين كبيرين: دول ذات سيادة تريد أن تسود أكثر، ودول نامية متخلفة تكافح لتعيش ولا تعرف كيف تعيش. وكان الصراع يدور بين الاثنين، كما كان يدور بين الدول نزاعا على القوة والسلطة. أين وقفنا في كلامنا في المحاضرة السابقة؟ لقد تكلمنا عن روسيا والصين وأمريكا والعلاقات المعقدة بين سياسات الثلاث. وأختصر القصة اليوم فأقول إن الحرب العالمية الثالثة قامت في 8 أغسطس سنة 1999 بين أمريكا وروسيا، وما لبثت أن تحولت إلى التحام ذري. ووقفت الصين على الحياد وقالت إنها لا تستطيع أن تشترك في جريمة إفناء الجنس البشري، وقالت إنها ستحاول أن تكون رسول سلام، وهو موقف يثير التساؤل. وبالتفسيرات القديمة التي تعلمناها والتي كانت تقول لنا إن صراع الطبقات كان دائما القوة المؤثرة التي شكلت التاريخ، يبدو هذا الصراع بين الصين وروسيا معادلة صعبة غير مفهومة. فلا شك أن قوة مباشرة شكلت تاريخنا الحالي، ومع ذلك فهو لم يكن أبدا صراعا طبقيا. بروليتارية وبروليتارية، أين الطبقات؟ وربما كان صراعا عنصريا، ربما كان في طياته صراعا نفسيا يعكس شيئا في نفوس الشعبين. على أي حال، يبدو أن العامل الاقتصادي كان في مرحلة التاريخ القديم من القوة والغلبة، بحيث إنه كان يسير التاريخ فعلا. وكانت العقائد والفنون وحتى الحالات النفسية للأفراد والجماعات تبدو كأنها مجرد ردود أفعال للحالة الاقتصادية. ولكن في مرحلة تالية تغيرت الأمور بسرعة، ورأينا التاريخ تقرره أشياء في نفوس الناس وليس مجرد تصارع بين طبقاتهم. والظاهر أن الطبيعة البشرية مركبة ومعقدة أكثر مما تصور الفلاسفة القدماء، وأن التفسير الواحدي للإنسان والتاريخ جميل، ولكن فيه تبسيطا مخلا بالحقيقة. ونحن نقول الآن إن هناك أشياء في نفوسنا نتعارك من أجلها، كما أن هناك أشياء في الخارج نتعارك عليها، وأن العامل الاقتصادي والعامل النفسي يشكلان معا كل موقف نتخذه. ولو أننا قلنا هذا الكلام منذ 100 عام أيام أجدادنا درويش الماركسية أئمة المادية الجدلية في ذلك الوقت لحسبونا حساب الملكين. لكن هناك أشياء كثيرة تغيرت في الدنيا وغيرت معها عقول الناس بأسرع مما توقع جميع المفكرين. ونعود إلى كلامنا لنحكي بقية المأساة. الحرب ذاتها لم تستمر أكثر من أيام معدودة. في 8 أغسطس سنة 1999 اشتعلت، وفي 11 من الشهر نفسه وضعت أوزارها بعد خراب مدن وموت ملايين، وبعد هبوب عواصف وزوابع وهطول سيول وحدوث فيضانات جعلت الاستمرار في أي شيء مستحيل. فقد اضطرب حزام الأينوسفير حول الكرة الأرضية نتيجة الإشعاعات الفجائية المتولدة عن التفجير الذاتي، وأدى إلى زوابع كهربائية مغناطيسية أشعلت الأرض كلها، وكادت الأرض كما قال الفلكي الهولندي زولينجر تخرج عن مدارها. ومر شهر من الهول، كانت السماء تعوي وتعتصر نفسها في سيل يكسح ويمسح الأخضر واليابس، والصواعق تنقض كحراب من النار فتطعن وتطعن وتشعل الحرائق وتهلك غابات بأسرها وتساويها بالأرض. ثم فجأة بدأ الهدوء، هدوء كالموت. وقالوا حينئذ شكرا لهذه السيول،
فقد أذابت معها كل الإشاعات الضارة وخلصتنا منها. ولكن كان هناك شيء يختمر في هدوء ملعون في هذه العجينة الرخوة من الطين والماء والدم والروث والجثث والعفن والدود والرمم ومخلفات الإشعاع، شيء ملعون بدأ يفصح عن نفسه ببطء. فبدأت تظهر حالات غريبة، مرض أشبه بالطاعون ولكنه ليس بطاعون، ظهر في حالات متفرقة، ثم بدأ يكنس الناس كأنهم ذباب يتساقطون أمام رذاذ غير مرئي، يشمونه فينتفخون ويتورمون ثم ينفجرون كأكياس النتنة، تنشر ذلك الرذاذ غير المرئي من جديد. ظاهرة غريبة صاحبت هذا المرض، لقد ساوى في دقة غريبة بين كل الناس، لم يترك مدينة ولم يدع قرية ولم يعفي دولة، من أقصى القطب الشمالي لأقصى القطب الجنوبي عبر خط الاستواء، ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب عبر خطوط عرض غرينتش، ومن طالب السربون إلى الزنجي البدائي، لا يوقفه برد ولا يصده صقيع ولا يرده لهيب. ولأول مرة في تاريخ البشرية وقف البشر جميعا أمام منجل يساوي بينهم كأسنان المشط ويحصدهم جميعا في عدالة مروعة. ولأول مرة في تاريخ الإنسانية الدامي جمعت الناس أخوة ليست أخوة خطب وشعارات، ولا أخوة شعر ومجاز، وإنما أخوة حقيقية لا تفرقة فيها، أخوة الألم والعذاب والموت، أخوة العجز. لأول مرة أدرك طالب السربون أنه لا يفترق كثيرا في عمله عن الزنجي البدائي، وأدرك الأمريكي أنه ليس أغنى من الروسي، وأدرك الروسي أنه ليس أكثر صوابا من الصيني، وأدرك المستعمر في كل مكان أنه ليس أحق ببلده من صاحبه، وأدرك المسيحي أنه لن يختص بالجنة دون البوذي، وأدرك القاضي أنه ليس أكثر عدالة من المجرم الذي يحكم عليه. الجميع يتجرعون العلقم، الجميع يهلكون، الجميع لهم الجحيم. وفي توبة حقيقية وندم مجنون واعتذار دام ارتمى الجميع في أحضان بعضهم البعض، يقبلون بعضهم وهم يموتون، منظر لا يمكن أن يبرح ذاكرة هؤلاء الذين شاهدوه. وفي انطلاقة متوحدة صافية أخوية انطلق العلماء من جميع الأجناس ومن جميع النحل والملل، يشتركون في بحث مخلص مشتعل لمعرفة الداء والتماس طريق النجاة. وبدأت آهات المحبة وحشرجات التصافي والود وعهود الوفاء الصادق تتردد في الظلام المواد. ولأول مرة في عمر الكرة الأرضية الذي يبلغ 6,000 مليون سنة، أشرق صباح الأحد من يناير عام 2000 على العالم، وقد توحد بالفعل في دولة واحدة، وقد اختفت الحدود الجغرافية بين البلدان، وتوحدت الحكومات في مجلس عالمي، وميزانية واحدة مرصودة جميعا لهدف واحد هو البحوث العلمية في سبيل القضاء على الموت الزاحف الذي يهدد بالفناء الحقيقي حياة الإنسان في كل مكان. كل القوات العسكرية حلت وأصبحت جيوش عمل مجندة في سبيل خدمة العلماء، وكل قوى البوليس والتخابر والتجسس تحولت إلى قوى للتجسس على الميكروب واعتقال الوباء، والسجون فتحت أبوابها ليشترك نزلاؤها في العمل المحموم في سبيل الحياة، والعقول تكتلت كلها في جبهة واحدة تهاجم الموت في جميع معاقله. ولكن الموت ظل يطعن في الظلام، وفي كل مرة يهرب القاتل الخفي وينفذ من جميع المرشحات، فلا يبقى له أثر تحت الميكروسكوبات الإلكترونية وأمام مجسات الفحص الكيميائية الدقيقة. كان واضحا أنه كائن بالغ الدقة متناهي الصغر، وأنه من فصيلة الفيروس. وما كاد نهاية يناير 2003 تأتي حتى كان العالم الهندي راجا مانون قد حقق أول خطوة في المعجزة، فاستطاع أن يزرع هذا الفيروس اللئيم في أجنة الثعابين. واكتشف راجا مانون أن هذا الفيروس هو في الحقيقة جزء واحد من بروتين DNA، البروتين النووي المعروف في نواة الخلية الطبيعية، ولكن في شكل متطور من أشكاله، وأن هذا الفيروس يستطيع إذا اخترق الخلية الحية
في الغشاء المخاطي للأنف أو القصبات الهوائية أن يحول الجسم إلى معمل مكرس لخدمته وتكاثره، وبهذا يتحول الجسم إلى أورام طاعونية هائلة تنفجر ليخرج منها ملايين وبلايين الفيروسات لتنتشر في الهواء وتنشر الموتى من جديد. والجسم لا يستطيع أن يميز بين الأوامر الصادرة إليه من الفيروس وبين الأوامر الطبيعية التي تصدر إليه من خلاياه، لأن الفيروس من نفس مادة DNA التي تتألف منها نواة خلايا الجسم الطبيعية، وبهذا يقضي الجسم على نفسه بنفسه دون أن يدري. إنه فيروس أشبه بقائد الكتيبة، يلبس لبس قائد الكتيبة ويتنكر في هيئته، ولكنه في الحقيقة قائد من قواد العدو. لا يستطيع الجند أن يكتشف حقيقته، وتكون النتيجة أن يأتمر بأوامره التي يكون فيها هلاكهم. واكتشف راجمانون أن هذا الفيروس قد تم تخليقه نتيجة فعل الإشعاع الذري في مزيج الدم والطين والعفن. وفي اليوم العاشر من فبراير في العام نفسه، استطاع الطبيب الصيني هسيانغوي بتمرير الفيروس وزرعه في بيض الثعابين تحت ظروف خاصة من الحرارة والحموضة أن يستخرج منه لقاحا واقيا مثل لقاح الجدري، كما يحدث في زرع فيروس الجدري في البقر. وأثبت اللقاح الناتج أنه يولد حصانة دائمة ضد المرض، وهكذا أمكن وقف الموت الزاحف بعد أن كان قد التهم أكثر من نصف التعداد البشري، 1500 مليون وفاة في 3 سنوات. وخرج العالم من المحنة وقد نجا من فناء أكيد. وأهم من هذا أنه خرج وقد تطهر، طهرته الآلام العظيمة، ووحدت أخوة المصير والعذاب أمام الموت، وحققت له حلم الساسة والفلاسفة الذي عجز أن يحققه السلاح، حلم العالم الواحد والحكومة الواحدة، حيث كل الموارد مكرسة لخدمة الجميع في أخوة حقيقية، وحيث الكل يعمل في محبة قدر طاقته ويأخذ بالمحبة قدر حاجته. قامت الاشتراكية أخيرا على أساسها الصحيح، ليست بحتمية الاقتصاد وحدها، وإنما بحتمية الحب، ويتوافر العامل النفسي الذي يجمع القلوب والأيدي على العمل المخلص البناء. وفي سنوات 10 كان العالم الجديد قد بدأ يقوم من العدم، تكاتفت ملايين الأذرع لتحقق المستحيل، حولت الطاقة الذرية إلى قنبلة خيرة تنشر النعمة في كل مكان، تقلب مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة، وتروي الصحاري وتحفظ الغذاء بدون تثليج، وتمد الإنسان بسبل مواصلات هائلة السرعة ورخيصة التكاليف، وتقدم للمواطن وقودا سهلا أنظف من البترول وأقوى منه آلاف المرات. أمكن باستخدام هذه الطاقة الجديدة تكييف جو المدن وإنزال المطر في الريف وإحداث الرطوبة والجفاف على حسب الطلب، واستنباط فواكه جديدة وخضروات جديدة. في سنة 2025 كانت إشارات المرور قد أصبحت إشارات أوتوماتيكية ومعلقة في الهواء، لأن كل المواصلات أصبحت مواصلات هوائية، صواريخ وقذائف وأقمار. في 2036 أمكن ثقب الأرض واستحداث مواصلات أرضية تتحرك تلقائيا بالجاذبية الأرضية وبدون وقود في أنفاق اسطوانية خاصة تصل بين القارات بأسرع مما تستطيع أي مواصلة هوائية أخرى. في 2037 نزلت أول سفينة فضائية على المريخ، ومعها طاقم كامل من الأطباء والكيميائيين وعلماء الكهرباء والذرة والزراعة والصناعة. في عام 2048 تم تثليج الإنسان وتعليبه وحفظه 3 أشهر كاملة، أوقفت فيها جميع عملياته الحيوية، لا تنفس ولا نبض ولا تغذية ولا هضم ولا تمثيل ولا إحساس، بيات شتوي كامل، موت صناعي، وذلك بتبريد الجسم إلى درجة الصفر المطلق 373 درجة تحت الصقيع، وهي الدرجة القصوى التي تتوقف عندها حركة الذرة، وهي في ذات الوقت أبرد درجة معروفة في فضاء الكون. وأمكن بعد ذلك إعادة هذا الإنسان المجمد إلى الحياة بتدفئته تدريجياً إلى حرارته المعتادة، ودون أن يفقد كثيراً من خصائصه الحيوية،
فيما عدا فقد محدود في ذاكرته. وقد اعتبر هذا الحدث العلمي أكبر انتصار سجله الإنسان في سفريات الفضاء، لأنه يستطيع بذلك أن يتغلب على مشكلة شحن مقادير هائلة من الطعام وغاز الأكسجين، ويستغني عنها بأن يتجمد في بيات شتوي طوال الرحلة، لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس. كما أن هذا التبريد الشديد حل مشكلة أكثر الأمراض المستعصية، وأصبح موضة جديدة عند العشاق بدلا من الانتحار. يدخل الواحد منهم في ثلاجة لمدة شهر ثم يخرج إلى الحياة وقد نسي ما حدث من خيانة حبيبته وخداعها. وهنا ارتفع صوت ناعم يقاطع المحاضر. هل تعتقد يا دكتور أن هناك عشاقا في هذا العصر؟ نعم يا روزيتا، للأسف هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يتطور. فقد تطورنا في عقولنا وأخلاقنا وحياتنا المدنية، ولكننا لم نتطور كثيرا في مشاعرنا نحوكم. وهنا قالت روزيتا أحمدولنا في نبرة مشحونة بالعاطفة: أستاذ شاهين، هل تسمح لي بتصريح؟ تفضلي، قالت روزيتا بصوت حاولت بقدر استطاعتها أن تخفي اضطرابه. أستاذ شاهين، أنا أحبك. وتدرج وجه الدكتور بحمرة دموية وتردد قليلا وهو يقول: كذلك 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 كذلك. ترددت الهتافات في كافة أنحاء المدرج. حسنا، نعود إلى كلامنا. سنة 2061، وهمست روزيتا وهي تنظر إليه في هيام وتحدث نفسها بنبرة خافتة: وسنة 2061 يا حبيبي. في سنة 2061 خطى الإنسان أكبر خطوة في سبيل فض طلاسم الطاقة، فقد تمكنت عالمة الطبيعة الأندنوسية تيماوا من تحطيم النيوترون، وهي قلب النواة في الذرة ومستكن أسرارها. وكانت الطاقة الناتجة من العظم لدرجة أن الجزيرة التي أجريت عليها التجربة اختفت من المحيط، مع أن كمية المادة التي فجرتها تيماوا كانت أصغر من رأس دبوس. ومعنى هذا بالحساب البسيط أن نصف قرص إسبرين إذا تم تفجير ما فيه من النيوترونات يمكن أن يشق الكرة الأرضية نصفين، كما نشق نحن برتقالة على الغداء، أو يمزقها إلى عدة أقمار صغيرة تدور في الفضاء. وكانت المشكلة بعد هذا الاكتشاف هي كيفية التحكم في هذه الطاقة واستئناسها. كيف نستعملها في دفع صاروخ أو إدارة محرك أو تسخين فرن؟ فشلت كل التجارب في ترويض هذا المارد الجديد. كان في كل مرة ينفجر لحسابه الخاص لا لحسابنا، ويترك خلفه حفرة في حجم صحراء الأريزونا. واقترح العالم التركي عصمت آغا توجيه قذيفة من هذا الديناميت الجديد لنسف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، حتى يمكن رؤية سطح الكوكب الغامض الذي اختلفت فيه الأقوال. وما زال هذا الاقتراح قيد البحث. في سنة 2062 اكتشف الكيميائي المصري عين بدران أقراص السعادول التي استنبط مادتها من أعشاب مخدرة تنمو في الواحات، ويعتبر السعادول المخدر الثاني لهذا العصر والعلاج الفعال للقلق والكآبة والتوتر النفسي والخمول، ورفيق الجيب الدائم لجلب السعادة والتفاؤل. هناك توصيات بإدخاله في صناعة اللبان والشوكولاتة والفطائر ومزجه بكميات قليلة في الخبز العادي. الدكتور عين بدران اخترع لنا أيضا الكلية الترانزستور والرئة الترانزستور والقلب الترانزستور لتحل محل القلب الصناعي والرئة الصناعية، وكانت كل واحدة تملأ غرفة من الحجم الكبير. وآخر اختراعاته الكيميائية كان قميص نوم حريري يمكن أن يلبس ويأكل. صوت من آخر المدرج: قديمة، ده اسم أمر الدين. وأهم حدث هذا العام كان الكشف الأثري الذي حققته الباحثة العراقية فيروزة في قاع الأطلنطي، حينما عثرت لأول مرة على قارة الأطلنطس الضائعة وكشفت آثار حضارتها القديمة. دلت الحقائق تحت القاع على أن أجدادنا سكان الأطلنطس عرفوا الكهرباء والذرة والصناعة الحديثة والعمارات المتعددة الطوابق،
كما أنهم مارسوا العبادات، وكانت لهم معابد وأبنية شبيهة بالمسلات والأهرامات. وتقول الدكتورة أنهم عرفوا الروج أيضا. هناك لوح إرديوازي في هذا المعهد عليه ما يشبه الكاريكاتير عن رجل وحماته، ومعنى هذا أنه كانت على هذه الأرض ومنذ أكثر من 500,000 سنة حضارة تشبه حضارتنا وربما أرقى منها، ثم اندثرت تماما. صوت من الصفوف الأمامية يقاطع. أليس هذا دليلا على كون كله فوضى؟ أن يندثر كل شيء من أرقى الحضارات إلى أهون الأفراد شأنا؟ ألا يبدو الأمر كله هزلا في هزل؟ ولماذا تصدع رؤوسنا بكل هذه العلوم ما دامت النهاية عبثا في عبث؟ أريد أن أفهم. وما الحكمة في الليل والنهار؟ إننا على الأقل سيطرنا على الليل وأحلناه نهارا بالكهرباء والأضواء الإلكترونية. لا، أنا أقصد الليل الفلكي الطويل. حينما تنطفئ الشمس أعتقد أننا سنكون قد انتقلنا تماما من هذه الأرض ونقلنا عزالنا إلى كوكب آخر. لا، أنا أقصد الليل الفلكي الطويل المقبل علينا. ألم تقرأ آخر بيانات المراصد الفلكية وكيف أن الكون بدأ ينكمش بعد أن استمر يتمدد 13,000,000,000,000 سنة، وأن النجوم تقترب من بعضها الآن بسرعة هائلة؟ وبعد وقت طال أو قصر سوف تتصادم هذه النجوم وتنهدم عمارة الكون وتتقلص وتنصهر وتذوب وتتحول إلى عجينة متضاعفة مثل قبضة اليد في المادة الأولية التي بدأ بها الخلق. روزيتا تهمس إلى نفسها وهي تنظر بهيام إلى الدكتور شاهين. أنا التي أذوب وأذوب. لماذا تفكرون في ملايين السنين الكونية وتنسون أعماركم القصيرة؟ فليذهب الكون إلى الجحيم ما دامت في قلوبنا ذرة حب. تحملق في الهواء بنظرة شاردة وعيناها دامعتان. الدكتور يلحظ شرودها. أنت لست معنا يا روزيتا. روزيتا تفيق إلى نفسها. بل أنا معكم، معكم جدا. في من تفكرين؟ أفكر في معضلة في علم الطبيعة. حقا؟ أية معضلة؟ إننا فكرنا في جميع الذرات ودرسنا خواص كل ذرة ما عدا ذرة واحدة مهمة جدا. أي ذرة؟ ذرة الحب. ذرة الحب؟ صدقني إنها الذرة الحقيقية التي يتألف منها الكون. على العموم هي فكرة لتخصص جديد يمكن أن تنفردي به. صدقني أنا متخصصة فيه جدا. الدكتور يضرب المائدة محاولا أن يعيد النظام، يستأنف كلامه بصوت مرتفع. وفي سنة 2063 اكتشفت الطبيبة المجرية آجينا طريقة لزرع الجنين الآدمي خارج الرحم وتربيته في برطمان حتى كامل نموه. ومنذ تلك اللحظة أصبح أطفال البرطمانات مثل أرانب المعامل مجالا خصبا لإجراء التجارب على المؤثرات الكيماوية والهرمونية والإشعاعية. وبهذه الطريقة استطاع العالم المصري دكتور غانم أن يتحكم في عناصر الوراثة وأن يورث الطفل أي صفة جديدة يريدها ويمحو منه أي صفة وراثية لا يريدها. وكلكم تعرفون بعد ذلك ما حدث من تدخل المجلس الأعلى للقوانين ومحاولات المشرع دي غروفي سن قانون جديد بتحريم هذه التجارب واعتبارها جرائم كبرى يمكن أن تصل بالمفهوم الجنائي إلى حد القتل والتشويه العمد وإحداث العاهة بطريق الخطأ أو بطريق القصد، وأنها في أدنى حالتها تعتبر تدخلا في حرية المواطن وإخضاعا له بالقسر والجبر والأرغام بدون إذنه ومشورته وقهره على حالات مصيرية لم يخترها. وكيف أن المناقشة القانونية ما زالت مستمرة إلى الآن والتجارب موقوفة؟ سأل أحد الطلبة. وماذا رأيك أنت يا دكتور؟ وتردد الدكتور لحظة ثم قال: رأيي أن تباح هذه التجارب بدون قيد ولا شرط. صدرت ضجة احتجاج في المدرج وخصوصا بين الطالبات بينما يمضي الدكتور في كلامه. فالإنسان هو الذي يجب أن يتولى الوصاية على الطبيعة
وليس العكس، فهو العقل الوحيد المدرك الوعي بين كل هذه الظواهر العمياء. ولكن كيف يتولى الإنسان الوصاية على الطبيعة وهو ابنها الطفل وأحد نواتجها؟ الطبيعة عمرها 23,000,000,000 سنة، ونحن تاريخنا لا يزيد عن 1,000,000 سنة، وما نعرفه من أمر هذه الطبيعة لا يذكر إلى جانب ما نجهله. وإذا كانت الطبيعة عمياء، فكيف تفسر التطور وسيره من الميكروب إلى الإنسان وفي اتجاه يدل على بصيرة وعقل؟ إنما يبدو لنا من بصيرة الطبيعة وهم، لأننا لا نرى إلا حسناتها، أما أخطاؤها وجرائمها وجناياتها فإنها تندثر أولا بأول. إحدى جرائم الطبيعة التي استطعنا أن نعرفها كانت الزواحف المنقرضة، تلك المسوخ التي أنجبتها أمنا الأرض بطريق الخطأ ثم انقرضت عن آخرها. وهذه الغلطة وغيرها ملايين الغلطات دمرتها الزلازل وغمرتها مياه المحيطات وحجبتها عن العيون. التاريخ نوتة مزيفة ودفتر أعمال كاذب، فهو لا يثبت إلا الصالح، والنتيجة أن تظهر لك الطبيعة وكأنها عاقلة وبصيرة لا تخطئ. أنا أفهم أن يحكم الإنسان على إنسان مثله، على جيل، على مجتمع، أما أن يحكم على الطبيعة، على الكون كله، فهو غرور وحمق. إن العقل البشري غير مؤهل بمثل هذه الكفايات التي يرى بها الكليات والمجردات والبدايات والنهايات. هل رأيت الحقيقة؟ هل عاينت الجمال أو الحق أو الحرية؟ أبدا، أنت ترى جزيئات محدودة فقط، وهذه هي التي تستطيع أن تحكم عليها. هذه فلسفة كانتية راح زمانها، الإنسان يحكم على كل شيء ويأخذ موقفا من كل شيء أراد أم لم يرد. أنت تحكم على الكون وترفضه، وتحكم على الحياة أحيانا وترفضها، والدليل على ذلك أنك يمكن أن تنتحر. وهل يكون هذا فعلا صائبا؟ أنا لم أنتحر لأقول لك، أما أنا فسأنتحر وسأشعل النار في نفسي كما كان يفعل البوذيون إذا استمر الإنسان في هذه الحماقات وإذا لم يصدر قانونا بتحريم هذه الجرائم. الأستاذ في هدوء: سوف تثبت بفعلك حريتك المطلقة، وبالتالي سوف تناقض الكلام الذي تقوله. في ثورة، المسألة ليست مسألة منطق، المسألة مسألة إنسانية. يكاد يتحول النقاش إلى اشتباك، والطلبة ينقسمون إلى حلقات يناقشون بعضهم بحدة. مرة أخرى نرى الأستاذ يدق بيده على المائدة: هدوء من فضلكم، هذه مسألة يبت فيها مجلس القوانين ويفكر فيها المشرعون، وليست مسألة يبت فيها طالب سنة أولى جامعة. ولكنه مصيرنا. إنه ليس مصيركم، ولكن مصير أجيال لم تولد بعد. طالب يميل على زميله هامسا: الجيل اللي جاي هيبقى الواحد يقول للتاني يا ابن البرطمان. الأستاذ يدق على المائدة: هدوء هدوء. وفي سنة 2063 أيضا وقع حدث ثوري، تقرر أن يكون اللبن والخبز بالفيتامينات مجانا كالهواء لكل من يحتاجه، وأن تترك محلات الخبز واللبن مفتوحة طوال ساعات الليل والنهار، كما تفتح صيدليات الإسعاف وأقسام الاستقبال بالمستشفيات والمدارس في كل مراحلها مجانا، كما تقرر أن تكون البدلة الشعبية التي تصلح لكل الفصول مجانا، كما أصبحت العروض المسرحية والسينمائية مفتوحة بدون تذاكر، والاسطوانات والكتب مفتوحة للطلب والاستعارة والامتلاك بدون شروط. وأعلنت الهيئة الصحية العالمية انتهاء 10 أمراض خطرة هي السل والكوليرا والتيفود والتيفوس والملاريا والحمى الصفراء ومرض النوم والبلهاريسيا والزهري والسيلان، وشطبت هذه الأمراض نهائيا من قائمتها، كما شطبت الميكروبات الخاصة بها من قائمة علم البكتيريولوجي. وكان هذا أكبر انتصار سجلته البحوث الطبية منذ بدأت. وفي الجانب الآخر، ثبت بالإحصاء للأسف أن عدد حالات الجنون والانتحار قد ارتفع إلى أضعاف ما كان عليه أيام التأخر والرجعية. وكان التفسير الذي قدمه الطبيب النفسي الروسي ليوبوف لهذه الظاهرة أن هناك طاقات عنف مكبوتة لا بد أن تفتح لها مخارج ومصارف طبيعية. وقد طالب ليوبوف بعودة المصارعة الحرة والملاكمة والمبارزة
ونوادي اليوغا والصاعقة والرحلات الفدائية إلى أعماق الفضاء وألعاب السيرك الخطرة وكوميديات التهريج والإسفاف والنقد البذيء. وقال إن الإنسان لابد أن يخرج قليلا عن حدود الأدب بين حين وآخر ليحتفظ بتوازنه وصحته النفسية. طالب بعوينات سوداء يقاطع: حالة التعاسة النفسية المنتشرة وغير المتناسبة مع الرخاء واليسر المادي لا تحتاج إلى ليوبوف ليفسرها، فقد فسرها المسيح منذ أكثر من 2000 عام حينما قال: إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. طالب آخر يمضغ لبانا: تذكر أنه ليس خبزا عاديا، فهو خبز بالفيتامينات ولبن بالشوكولاتة. الطالب ذو العوينات: وفسرها القرآن منذ 1500 عام حين وصف حالة الضنك النفسي التي يعيشها الكفار أمثالنا في قول الرب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وعاد الأستاذ يدق على المائدة. ربما كان تفسير ليوبوف غير كاف، ولكن المسألة لها وجه آخر غير الذي يقول به المؤمنون أمثالكم. واعتقادي أن سر تعاسة هذا الجيل يكمن في المسؤولية النفسية الهائلة التي يتحملها. لقد تسلم هذا الجيل مفتاح الطبيعة وفض مغاليق الحياة، وبدأ يصنع الإنسان في برطمان، وبدأ يتحكم في صفاته وخلقه، وهي مسؤولية بشعة تزلزل أكبر العقول. طالب ذو لحية يقول بعصبية: أنا أوافق ليوبوف على أي حال في أننا في حاجة إلى مصارعات وملاكمات بين حين وآخر، كما أنني في حاجة إلى النقد البذيء. هل تسمح لي أن أنقد هذا العصر يا دكتور؟ الأستاذ: من فضلك. الطالب متفجرا: أعتقد أنه أحط عصور التاريخ، وأنه عصر جاهلية ودعارة. طالب آخر: على فكرة ده ماسوني. طالب آخر: ده من بتوع التكفير والهجرة. الطالب ذو اللحية مستمرا في ثورته: أنا أبصق عليكم كلكم. وأشار الدكتور إلى 2 من حرس الجامعة وهمس لأحدهما: احملاه إلى عيادة الطبيب وأعطيه حقنة ساعدول في الوريد فورا. وانطلق الحارسان وحمل الطالب وهو ما زال يصرخ ويعوي، وخفت الصوت تدريجيا والحارسان ينطلقان بحملهما ويختفيان في الممر الطويل. وانطلق الطلبة في نوبة من الضحك. هذا يؤكد كلام ليوبوف: نحن في حاجة إلى بعض العنف. طالب آخر: إنه يريد أن يقتل، لا أظن أن مجرد عنف سوف يكفيه. طالب ثالث: أعتقد أنه يريد أن يبصق فقط. طالب رابع: أنا أوافقه على كل كلمة قالها، نحن فعلا نعيش في أحط عصر من عصور التاريخ رغم الثراء والرفاهية. طالب خامس: لو وجد مثل هذا الرجل طريقه إلى الزعامة والحكم لعدنا إلى أيام الحروب. وقال الأستاذ في نبرة أسف: لا أفهم كيف توجد أمثال هذه العقليات في عصر العلم والنور، لا أفهم. يبدو أن الإنسان كائن معقد جدا. طالب آخر: أو ربما نحن نستحق أن يبصق علينا فعلا. أجاب الأستاذ: من الجائز، ولكن ليس هو الذي يبصق علينا على أي حال. طالب آخر: أرأيت منظر لحيته؟ الأستاذ في إشفاق: إنه أولى بالحب على أي حال، إنه في حاجة إلى من يحبه، في حاجة إلى من يصادقه. طالب آخر: إنه يرفض أي صداقة ويبادر بالعدوان والتهجم على كل من يتقدم له. الأستاذ: الذنب ذنبنا، نحن القادرون وهو العاجز، نحن الذين فشلنا في أن نكسبه. أحياناً يخيل إلي أن العالم ما زال ينقصه الحب. طالب آخر: ليس السعدول هو الذي سوف يصنع الحب. أستاذي، إننا نعيش في غرور كاذب. ربما. روزيتا تنظر إلى الأستاذ في هيام وتهمس إلى زميلتها: انظر يا داليا، ألا يبدو شاعرا؟ ألا يبدو ملائكي الوجه مثل الأنبياء؟ انظري إليه وهو يتكلم عن الحب.
آه إلهي، كم أحبه، كم أعبده. داليا، ما هذه النبرة الصوفية عن الأنبياء والإله؟ ما هذا الكلام الغريب؟ روزيتا، نعم يا داليا، ما دمت أحب فالله موجود. داليا، أنت تهذين، إن الحب جعلك تخرفين تماما. ونظر الأستاذ إلى روزيتا. هذه ثاني مرة أضبطك تهومين فيها بعقلك خارج الدرس، كفى شرودا يا روزيتا، أرجوك. روزيتا في حنان، أنا التي أرجوك. وعاد الأستاذ يدق المائدة بيده وقد أحمر خجلا. وفي عام 2067 روزيتا، يا إلهي، وهل حدث شيء في عام 2067؟ إنه لم يكد يبدأ. الأستاذ، نعم، حدث حدث هائل منذ 3 ساعات فقط. أمكن تخليق البروتوبلازما الحية في المعمل من مواد ميتة. روزيتا، هذا حدث تافه. أعتقد أن هناك حدثا أكبر سوف يقع في دقائق. وما هو؟ يا حبيبي، إننا نستطيع أن نقدم هذا الحدث للدنيا، أنا وأنت نتزوج. ما رأيك؟ أنا أخطبك. الأستاذ في ارتباك واضح وقد تدرج وجهه بحمرة قرمزية. وأنا أوافق. تصفيق وتهريج ودق بالأرجل وزغاريد في طول المدرج وعرضه. تقف روزيتا وترسل قبلة في الهواء إلى أركان المدرج الأربعة. وهناك حدث آخر أهم، فقد أصبحت أبا يا حبيبي. نعم، لقد تأكدت، فأنا حامل، وعن قريب سوف يأتي إلى الدنيا طفل جديد بدون برطمان. رقص في أرجاء المدرج، والطلبة يحملون الأستاذ على أكتافهم، وعلى الباب يقف عبد الكريم ناظرا إلى صديقه في دهشة. وهكذا تم زواج الدكتور شاهين وتلميذته الجميلة روزيتا أحمدولنا. ونحن الآن في عش العسل السعيد الذي يعيش فيه الزوجان، وهو عش مختلف عن أعشاش العسل المعروفة، فهو معمل المغناطيسية والكهرباء الخاص بالدكتور شاهين. وقد قرر الدكتور شاهين أن يقضي شهر عسله في معمله، فالعسل في نظر الدكتور شاهين هو العمل. والدكتور شاهين الذي رأيناه يعطي الطلبة دروسا في التاريخ في جامعة كامبريدج هو في الحقيقة أحد 3 من حاملي جائزة السلام ونيشان إمحتب، وما التدريس إلا عمل فرعي ثانوي يقوم به كعادة صفوة العلماء ليعطوا القدوة الحية للجيل الجديد وليكونوا على صلة دائمة به، لا يعزلهم نبوغهم في أبراج عاجية كما كان في الماضي. وحينما نقول الكهرباء والمغناطيسية فإننا نقول شيئا كالشعر والموسيقى بالنسبة للدكتور شاهين. الدكتور شاهين يقول إنه كلما اقترب من سر المغناطيسية يشعر أنه يقترب في الحقيقة من سر الحب ولغز الكون وطلسم الوجود كله. فالمغناطيسية عنده ليست مجرد جذب قضيب مغناطيسي لبرادة الحديد، وإنما هي قانون الوجود الأول. فكل مادة وكل جسم في فضاء يخلق حوله مجالا، وأيا كان هذا الجسم، قطعة حديد أو قطعة نيكل أو كتلة خشب أو ذرة تراب، ومن أصغر كائن من الإلكترون أو البروتون إلى النجوم العملاقة في أفلاكها، لا يشذ هذا القانون ولا يختلف. فالبروتون في نواة الذرة له مجال جاذبية يشد إليه الإلكترونات، كما أن للشمس مجال جاذبية تدور فيه الكواكب، وللأرض مجال جاذبية يشد إليه القمر. وبالمغناطيسية الأرضية تمسك الأرض بغلاف من الهواء حولها وتمسك بالماء في المحيطات، فلا ينضلق ويتبدد في فضاء الكون وهي تدور. حتى السحاب السابح في الجو تمسك به فلا يستطيع انطلاقا في رحاب الفضاء. وإذا بعدنا عن الأرض وأوغلنا في متاهات الكون فإننا نعثر على تجمعات ضبابية من الغازات والتراب تائهة بين النجوم تبدو بلا شكل وبلا نظام. ولكن إذا بحثنا وجدنا في أعماق بذور النظام ذلك الحنين بين ذراتها لكي تتجمع
تحدوها تلك الجاذبية السحرية. ومن الفوضى تبدأ دوامات في هذا العماء من الضباب، تتهافت فيه التجمعات الصغيرة نحو التجمعات الكبيرة وتدور حولها. هذه الدوامات هي التي تتكثف في المستقبل نجوماً وكواكب، وتشتعل بالحرارة الناشئة من فرط التضاغط الجاذبي بين ذراتها، وتصل إلى ملايين الدرجات المئوية، وهي الدرجات القصوى التي تنفرط فيها الذرات وتعود فتتحد في صور جديدة، وتتخلق منها غازات ومعادن وعناصر مما نرى حولنا في الأرض من حديد ونحاس وذهب وقصدير وآزوت. كل هذا حدث ويحدث لأن هناك شيئاً اسمه جاذبية، لأن هناك قانوناً أساسياً يربط كل جسم بالأجسام حوله، ما تسميه روزيتا الحب، وما يسميه دكتور شاهين المغناطيسية. روزيتا تقول إن حول جسم الدكتور شاهين مجالاً مغناطيسياً يجذبها فتدور في فلكه، وأن البوصلات الإلكترونية الحساسة لم تستطع بعد أن ترسم المجالات الغرامية المغناطيسية، ولكنها موجودة، وأنه إذا كانت المادة الميتة لها مجال، فالمادة الحية وهي أرقى وأقدر على الفعل والتأثير لابد لها مجال. والمنظر أمامنا الآن طريف جدا، فهي تقبل الدكتور شاهين قبلة عنيفة، ثم تلمس عدة أزرار، فتنفتح عدة نوافذ حساسة في أجهزة شديدة الدقة في محاولة لالتقاط التغيرات المرتقبة في المجال الكهربي المغناطيسي على بعد أمتار من القبلة. والدكتور شاهين يضحك قائلا: أنت تخرفين يا روزيتا، إن مجال الزوجين المغناطيسي في جيب الزوج وفي محفظته، وليس للبوصلات الإلكترونية دخل به. لقد شددت المرتبة من جيبي بنظرة ساحرة منذ لحظات على بعد أمتار وبدون لمس، أليس يكفيك هذا دليلا على مغناطيسيتك؟ أهذا رأيكم في الحب يا رجال؟ أنا أتكلم عن المغناطيسية وليس عن الحب. ومع ذلك لن أيأس، أؤكد لك أني سوف أبرهن على خطوط المجال الغرامية. هل سمعت عن خطوط المجال الغرامية يا عبد الكريم؟ وكان عبد الكريم منهمكا في إعداد مغناطيس كهربي كبير على هيئة حدوة حصان في ركن من المعمل، ورفع عبد الكريم رأسه ورمق الزوجين بنظرة سريعة. جائز، كل شيء جائز، لم أعد أستبعد شيئا، وأنت أيضا تصدق هذا التخريف. إن الحيوان المنوي يتجه إلى البيضة في ظلام الرحم بدون إرشادنا، على أي حال إنه يملك فطرة إرشادية موروثة. حسنا، والمغناطيسية ما هي إلا الفطرة الإرشادية الموروثة في الأجسام التي ترشد الأجسام بعضها إلى بعض بظلمة الكون وعمائه. تعبير لطيف، يجعل أبحاثنا أشبه بالأبحاث الروحية. وحملق الدكتور شاهين في الفراغ وشرد قليلا ثم أردف: إني أشعر بالفعل كلما اقتربت من سر الجاذبية وكلما لمسته أنني ألمس قدس الأقداس وأنني أدخل محرابا. بعد لحظة صمت يغمغم في تساؤل: ترى هل يقدر لي أن أكتشف ذلك السر؟ إنما يجعلني أعجب كل العجب هو هذا الشيء الذي يسمونه خطوط المجال، هذه الخطوط الوهمية الفرضية حول أي مغناطيس. لا ترى ولا تسمع ولا تلمس ولا تحس ولا تحتاج إلى وسيط، فهي تمتد في الهواء كما تمتد في الماء كما تمتد في الفراغ. هذه الأشياء الوهمية كم هي حقيقية؟ يكفي أن تقطع خطا وهميا منها بسلك فيتولد في السلك تيار كهربي على الفور، نظرية الدينمو المعروفة، يضيء لك مصباحا 1000 واط لتقرأ عليه في الظلام، شيء كالخرافة. وأينشتاين يقول لك إن هذه الخطوط هي انحناء الفضاء حول الأجسام. كيف ينحني الفضاء؟ كيف ينحني ألا شيء؟ أنا لا أفهم. والرياضي الروسي ديموف يقول لك إنه ليس هناك شيء اسمه فضاء، وأن الفضاء هو في الحقيقة ملاء وامتلاء، ولا يبدو أن أحدا يفهم ما يقول. ويخيل إلي أني لن أعثر على الحقيقة
وأنا أجرب التجارب في المعمل، وإنما أنا أغمض عيني وأحلم ذات مساء. وخرج الدكتور شاهين من المعمل وما زال على شروده، ولف عبد الكريم آخر لفة من السلك في يده حول الأسطوانة الخزفية، ثم اقترب من روزيتا وأمسك يدها في حنان. جذبت روزيتا يدها ونظرت إليه في إشفاق هامسة. عبد الكريم، إني أحبك، أعبدك. هذا جنون. إننا في عصر الصدق، ويجب أن أقول لك الحقيقة. ولكنك تعلم أني تزوجت، وتزوجت صديقك وزميلك. تزوجين نحن الاثنين، إننا في عصر الحرية. حرية؟ هذه ليست حرية، وإنما فوضى. ولكنه يحدث الآن أن تتزوج امرأة برجلين. إنها لا تكون امرأة، إنها تكون باغيا. هذه عقلية رجعية. حينما تعطي امرأة قلبها وجسمها لرجلين، فإنه يكون اعترافا منها بأنها لا تحب الاثنين، وأنها لم تعد تحب، ولم تعد عندها المقدرة على أن تحب. وإذا استمر هذا الاتجاه في مجتمعنا، فسوف تنتهي الأسرة، وتنتهي دولة المرأة، وتقضي المرأة على نفسها بنفسها. فلا شيء يرفعنا في مكاننا من القداسة والجلال سوى أننا ما زلنا رمزا للحب والوفاء والأمومة. هذه بقايا مثاليات بالية. الحياة حياة، وسوف تعلمك. سوف تشعرين بعد شهور من الزوجية بالفتور والملل وبلذات الفراش، وقد حولها الروتين إلى ضجر، ضجر قاتل. هذا ما يصوره لك خيالك، وهو ما بدا يشعر به هو أيضا. فأنا أراه هذه الأيام يغازل التلميذات ويبادلهن القبولات في المقصف. قبولات الإعجاب من أستاذ لتلميذاته، ولكنها قبولات تطول أحيانا لدرجة تشكك في طبيعتها. عبد الكريم، أنا أحبك، أحبك يا روزيتا. أنت مجنون، ألست واحدة كالأخريات؟ ما الفرق بين شكلي وشكلهن؟ إننا كلنا الآن متشابهات، كأننا نسخ من طبعة واحدة. صحيح أن التزاوج بين الدول وزوال الحدود قد مزج الأجناس بسرعة وخلق منها متوسطات متشابهة، ولكن المسألة لم تكن أبدا في يوم من الأيام مسألة شكل. فها أنا أشبه زوجك، ولكنك لا تحبينني. عندك حق، إنها مسألة أرواح، فها نحن مختلفون متباينون أكثر مما كنا، وكأننا ما زلنا بيضا وسودا وصفرا وحمرا. إنه لأمر فظيع. روزيتا، يمسك يدها ولكنها تنزعها منه، يتوسل إليها في ضعف. إني أحبك، إني أعبدك. أعبدني كما تشاء، ولكن لا تلمسني. لن أستريح حتى يلتحم جسدانا وتندمج خلايانا. كفى هدرا، لا تنسى أننا نعيش معا نحن الثلاثة، وأنه لا يعلم. بل هو يعلم. أنت مجنون، مجنون. ودخل الدكتور شاهين يحمل صحيفة في يده. آخر نبأ في المريخ أن النباتات التي حملت إليه من الأرض قد نامت في غابات كثيفة في حزامه الاستوائي. وقالت روزيتا بنبرة أسف، إنه لأمر محزن أن ننقل أوبئتنا إلى كوكب معقم نظيف مثل المريخ. إنه ليس معقما كما تتصورين، فالأحجار الإسفنجية التي جلبها الكيميائيون من على سطحه قد ثبت أخيرا أنها نوع من أنواع الحياة، وهم يزرعونها الآن في ظروف جوية مصطنعة تشبه ظروف المريخ، فتنمو وتتكاثر. قال عبد الكريم، أحجار حية، شيء طريف جدا. ربما لو وجدت كائنات راقية على زحل وأخذت عينات من أحجار المقطم عندنا لاكتشفنا أيضا أنها أحجار حية. الدكتور شاهين، من الجائز، أنا لا أستبعد أن يكون الجماد حيا على طريقته، وأعتقد أنه لا يوجد فاصل بين الحياة واللا حياة، وأن الطبيعة حية كلها على مستويات. ألا يبدو الفيروس في سلوكه وتكاثره أنه يتصرف مثل كائن حي، مع أنه بلورات مادية صلبة؟ وغاز الأيدروجين حينما يتفاعل مع باطن النجوم ويلد تصانيف من العناصر والمعادن والمواد المختلفة، ألا يبدو كأنه ذرة حية
تتحرك وتتزاوج وتتوالد وتتناسل؟ وأدق الدقائق في الوجود، مكونات النواة في الذرة ثبت أنها أكثر من 70 من التصانيف المادية، كل منها له عمر وأجل ينتهي بعده ليتحول من حالة إلى حالة. وبعض هذه الموجودات الصغيرة عمرها 1/20 مليون من الثانية، عمر قصير جدا، ولكن من الجائز أن يكون أجلا طويلا بالنسبة لها. من المسائل النسبية دائما، وقطعه عبد الكريم: إذا كنت تسمي كل شيء حياة، فما معنى الحياة عندك؟ الحياة هي الفعل والانفعال. حينما خلق الطبيب الأسترالي لاغ الحياة في محلول غروي منذ شهور، لم يفعل شيئا في الحقيقة سوى أنه بدأ تفاعلا متسلسلا في الأحماض الآمينية، كما حدث التفاعل المتسلسل في القنبلة الذرية. الكون كله فعل وانفعال، إذن أين الموت؟ الموت ببساطة لا وجود له. هذا شيء فظيع، شيء فظيع. لماذا؟ عبد الكريم وهو ينظر إلى روزيتا: لأن الموت راحة، نهاية، وبدون هذه الراحة تتحول الحياة إلى كابوس لا أمل في الخلاص منه. أنا أسمي هذه رومانتيكية لا تليق بالعلماء. أنت تقرأ بايرون أكثر من اللازم، أنصحك بأن تتعاطى قرصا من السعدول هذه الليلة قبل النوم. أشكرك، سوف أتبع نصيحتك. ولكن الذي حدث في تلك الليلة أن الجيران سمعوا انفجارا هائلا في المعمل، وأخرج رجال الإسعاف عبد الكريم من تحت الأنقاض بدون إصابات تذكر. وكان دكتور شاهين وروزيتا ساهرين في الخارج لحسن الحظ، وألقت هذه الحادثة ظلا من الحيرة على شاهين، وحركت سؤالا ظل يطرح نفسه كل ليلة على عقله: ماذا حدث بالضبط؟ إن الغرفة التي حدث فيها الانفجار قد تحولت إلى أنقاض، والتجربة التي كانت تجرى كل ليلة في تلك الغرفة كانت محاولة للتفتيت الموجي بإرسال قاذفة مركزة من الأشعة لتضرب صفائح رقيقة من الألمنيوم، ونتيجة تفتيت ذرات قليلة وانطلاق أمواج كهرومغناطيسية تلتقطها أجهزة حاسبة خاصة وتسجلها. في تلك الليلة اقترح شاهين تجربة جديدة، تجربة تشبه الإرسال التلفزيوني، ولكن ما حدث أن صمامات التحويل ارتفعت حرارتها فجأة ثم توهجت، وحدث تفريغ كهربي عنيف أدى إلى انفجار المعمل. هكذا قال عبد الكريم: كل هذا ممكن ومحتمل وعادي ويحدث في أحسن المعامل، ولكن المحير حقا أن 3 فئران اختفت تماما من أقفاصها في الغرفة المجاورة التي لم يمسها سوء. وهي لم تهرب لأن مزاليج أقفاصها ما زالت على حالها مغلقة من الخارج، ولم تحترق فلا يوجد آثار رماد والغرفة سليمة، ولم تسرق فأي قيمة ل3 فئران يمكن الحصول على مئات من أمثالها من أي حقل مجانا. إنها، وهذا هو اللغز، تبخرت. نعم، تبخرت تماما، تحولت إلى فراغ. حبس الدكتور شاهين نفسه في مكتبة الجامعة يقرأ ويقرأ ويفكر 3 أسابيع متصلة. كان يأكل وهو يكلم نفسه، ويمشي وهو يرسم إشارات في الهواء بيديه، ويشرد أحيانا فيستغرقه الشرود ساعات. وفي لحظة ذات صباح بعد أرق طول الليل خبط فجأة على جبهته هاتفا: ولماذا لا أقول أنها تحولت إلى موجات؟ ورفع صوته أكثر ليؤكد لنفسه كل كلمة: نعم، لماذا لا أقول أنها تحولت إلى موجات؟ إن جهاز الإرسال التلفزيوني يحول صورة المذيع إلى أمواج، وجهازي كان مختلفا، فلماذا لا أقول إنه استطاع أن يحول جسم المذيع كله إلى أمواج، وأنه قد حلل جسم الفئران إلى أمواجها الأولية وأطلقها في الهواء. جنون، محض افتراض لا يصدق. ولكن لماذا لا أحاول أن أعيد وأتأكد بنفسي؟ ولماذا لا أحاول أن أجمع الأمواج بجهاز استقبال خاص وأرى فئران ضائعة؟ إن أطول الموجات المحتملة التي أطلقها الجهاز
يمكن تقديرها بالحساب، والباقي يمكن أن تقوله التجربة المباشرة. وجمع الدكتور أوراقه وغادر المكتبة مسرعا ليطير إلى بوليفيا وليختفي 3 أيام في معمل بوليفيا للكهرباء والمغناطيسية، أكبر معمل من نوعه في العالم. وحينما خرج بعد هذه الأيام 3، كان يبدو زائغ البصر، شاحب الوجه، مرتجف الأوصال. وحينما حملت له روزيتا الطعام ذات ليلة، قالت له دامعة العينين: إني لا أكاد أعرفك، انظر لقد طالت سوالفك وتهدل شعر ذقنك، إنك تبدو كأسير حرب يخفي بين جنبيه سرا هائلا. قال بصوت مرتجف: نعم يا روزيتا، لقد صدق حدسك، أنني أخفي بين جنبيه سرا هائلا، سرا لا يصدق، لا أصدقه أنا نفسي. وفي تلك الليلة شعرت روزيتا بنفسها ترتجف هي الأخرى قبل أن تسمع كلمة واحدة من السر. السبت 11 من فبراير سنة 2067، دخل الدكتور شاهين غرفة رئيس أكاديمية العلوم ميليان أوكومبا، ووقف الرجل الجليل مبهوتا، لقد بهته منظر القادم بلحيته المهملة. وجلس شاهين وهو يلهث: استميحك العذر في أني لم أطلب موعدا ولم أبلغ أحدا بساعة قدومي، ولكن الأمر في غاية الخطورة. قال أوكومبا في سماحة: دكتور شاهين، أنت أحد 3 يدخلون علي ما تشاء، أنت أحد الذين يبنون أمجاد هذا العصر، تفضل. أشكرك، ولكن الأمر هذه المرة جد خطير، فإما أني جننت وإما أني حققت مستحيلا. حقا؟ لقد حركت فضولي، إني لا أستبعد على مثلك أن يصنع المستحيل. ها تحدث، كل آذان صاغية. لا، إنه لا شيء يمكن التحدث عنه، فلو تكلمت ربما أودى بي كلامي إلى مستشفى المجاذيب، هذا شيء لابد أن يشاهد. وإذا كان لديك وقت لنذهب معا إلى معمل المغناطيسية الكبير في بوليفيا، فإنك سترى شيئا يستحق الرؤية. وهب أوكومبا واقفا: أنا رهن إشارتك. وفي دقائق كان الاثنان يقفان وحدهما في معمل تتقطع فيه الأسلاك وتتراص أجهزة الجهد العالي ومولدات الكهرباء والمكثفات. ولمس الدكتور شاهين بضعة أزرار وقال وهو يشير إلى ناقوس زجاجي تحته أنف كبير أسود على أنفه نقطة بيضاء: انظر إلى ما سوف يحدث لذلك الفأر. وفغر أوكومبا فاهه وهو يرى الفأر يتبخر ويتحول إلى فراغ دون أن يترك أثرا، واقترب من الناقوس ليتحقق مما شاهده. كان الناقوس منكسا في مكانه ولا أثر لشيء بداخله. هذا مستحيل، لقد تبخر تماما. قال الدكتور شاهين: لقد تحول إلى أمواج. أمواج؟ نعم، إلى موجة من طول معين لنسميها الموجة الفأرية. والآن انظر إلى الفأر الثاني تحت الناقوس الثاني، الفأر الأبيض. وضغط شاهين على زر آخر فاختفى الفأر الأبيض وقال مردفا: وهذا الأخير قد تحول إلى الموجة الفأرية باء. وأشار إلى فأر رمادي تحت ناقوس ثالث وضغط على زر وأردف وهو يصعد أنفاس الارتياح: لقد تبخرت الفئران 3. وقال أوكومبا في ارتباك: هذا سحر ساحر، أنا لا أصدق عيني. وقال شاهين محاولا أن يشرح: لا سحر هناك، إن جهاز الإرسال التلفزيوني العادي يحول الصورة إلى أمواج كما تعلم، أما هذا الجهاز فهو يختلف قليلا، وهو لهذا يحول الجسم كله إلى أمواج. معنى ذلك أنك تستطيع؟ نعم، أستطيع بجهاز استقبال مناسب أن أجمع الفئران 3 من جديد من الهواء. وضغط شاهين وهو يتكلم على زر أمامه فظهرت على شاشة تلفزيون صغيرة صورة للفأر الأول ذي النقطة البيضاء على أنفه، وكان يتحرك بسرعة. وبلمسة زرين آخرين ظهرت على الشاشة صورة الفأرين الآخرين
وقال أوكومبا في قلق: لكنك لم تعد إلى الفئران، لقد عدت إلى صورها فقط. وهنا تهالك شاهين على مقعده وقد اعتمد جبهته بيديه يائسا. نعم، هذه هي المشكلة، لم أستطع أن أعيد الفئران إلى حالتها الجسمية الأولى أبدا، مهما جهدت محاولا في كل مرة. كانت صورها هي التي تعود، أما أجسامها فلا، لقد تحللت أجسامها إلى غير عودة. وأردف حائرا بعد لحظة صمت، يبدو أنها فضلت الحالة الموجية من الحياة وقررت ألا تعود إلى الحالة الجسمية أبدا. يبدو أن الخروج من الجسم إلى حالة الأمواج يكون كالخروج من سجن ملعون إلى حالة رفاقة طليقة أثيرية، حالة من السعادة يستحيل على المخلوق أن يفكر بعدها في العودة إلى سيرته الأولى. ولكن اسمع، إنها تموء. وضع أكومبا يده على جبهته هاتفا: معنى هذا يا إلهي؟ معنى هذا أنها حية وموجودة ولم تنعدم، ومعناه أيضا أننا نستطيع أن نحول إنسانا إلى حالته الموجية ثم نتابعه على شاشة تلفزيونية ونستمع إلى كل ما يقوله وما يفعله وإلى ما يراه في عالم الأمواج، وربما استطعنا أن نرى الأموات لو أننا عرفنا أطوالهم الموجية، وربما عرفنا أين هم الآن. وأهم من هذا أننا سوف نستطيع أن نسافر بالحالة الموجية الجديدة إلى الكواكب البعيدة والمجرات القاسية دون أن نحتاج إلى حمل مؤونة من الطعام والشراب. سوف نسافر على شكل أمواج، وسوف نصل إلى أهدافنا في دقائق أو ساعات، وسوف يرانا أهل الأرض على شاشاتهم التلفزيونية ويستمعون إلينا نروي ما نشاهد. شيء رهيب، معنى هذا أننا قد تحررنا أخيرا من الجسد. وصمت أوكومبا وطال صمته ثم عاد يغمغم: ولكن هذا هو الانتحار بعينه، من يقبل أن يجرب على نفسه هذه التجربة المجنونة؟ إنها ليست محض تجربة، إنها انتحار، إن من يذهب فيها لن يعود، لن يعود أبدا. هذه جريمة قتل لن يسمح بها مجلس القوانين. سوف أجري أنا التجربة على نفسي. أنت؟ مستحيل، إن الخسارة تصبح مصيبة، إنها ستكون كسبا علميا لا يجارى. سوف أسافر إلى كوكب المشتري وسوف أروي لكم سر هذا الكوكب ذي 15 قمرا، وسوف أنزل على زحل ذي النطاق المضيء المحير وأكتشف ألغازه. سوف أنطلق إلى الشعرة اليمانية وإلى كوكبه الجبار والمرأة المسلسلة والدب القطبي والكلب الأكبر. لن يهمني برد ولا صقيع ولا لهيب، سوف أنزل في بطن الشمس، فأنا موجة ولست جسدا. لن يهمني أن أجد هواء أتنفسه أو ماء أشربه، فأنا لا أتنفس ولا أشرب، أنا موجة تخترق كل شيء وتسري كالبرق في كل شيء. لن أحتاج إلى صاروخ معقد التركيب مليء بالعدادات والغرف المكيفة، فأنا موجة تنتشر في الزمان والمكان بلا حدود. أسافر بذاتي حيث أشاء بلا واسطة، أركب الأثيرة وأمتطي الزمن. هنا انفتح الباب ودخلت روزيتا صارخة وألقت بنفسها على صدر أوكومبا: مستحيل، قل له إنه لن يفعلها، إنه سوف يقتل نفسه، سوف يقتل نفسه، إنه لن يعود، هل تفهم؟ إنه لن يعود. وقال أوكومبا مؤكدا وهو يربت على كتفيها: لا، إنه لن يفعلها، أنا لن أسمح له، سوف آمر بوقف هذه التجارب على الفور. وهنا انتفض الدكتور شاهين مذهولا: ماذا؟ ماذا تقول؟ سوف توقف؟ نعم، سوف أوقف هذه التجارب، إنها تهدد البشرية بالفناء وتهدد الأرض بالخراب. ماذا يحدث لو أن كل من في الأرض حولوا أنفسهم إلى موجات وأعجبتهم الحالة الجديدة لحياتهم؟ سوف تنتهي الخليقة ببساطة، سوف ينقرض جنسنا كله. ولكن الأمواج، الأمواج! وخبطت روزيتا الأرض بقدمها صارخة: الأمواج؟ وماذا يهمني من الأمواج؟ أنا لن أستطيع أن أضم الأمواج، لن أستطيع أن أحتضن الأمواج، لن أستطيع أن أناجي الأمواج، إنها بالنسبة لي سوف تكون عدما، إنك سوف تصبح بالنسبة لي عدما، لن أجدك في جواري،
لن أتحسس وجهك الشاحب المتعب، لن أضع رأسك على كتفي، لن أذوق دفء شفتي. ربما كانت حياتنا كأمواج أجمل. أنا لا أستطيع أن أهجر حياتي التي أعرفها إلى مصير لا أعلم. ولماذا أتعجل الموت وهو قضاء مكتوب علينا جميعا؟ سوف نموت كلنا ونصبح أمواجا كما تقول، لماذا نتعجل هذه النهاية وننتحر بلا مبرر؟ ألا يمكن أن أعيش في قلبك كشيء مجرد؟ لا لا، أنا لا أفهم في هذه المجردات المفرغة من اللحم والدم، لا أفهم في هذه الرموز والشفرات الجبرية التي تفنون فيها أعماركم. أنا أريد واقعا ألمسه، أريدك لحما ودما ودفءا ونبضا ووجودا ملء السمع والبصر والحواس. عش لي، عش من أجلي، عش لترى ابنك. إن وليدك القادم يريد أن يرى نور عينيك ويتربى في دفء حنانك. حبيبي، أملي، لا تخذلني. حبيبتي أنت، لا تخذليني. لماذا لا تشعرين في إلا بالرجل وتنسين العالم والمفكر؟ ولماذا لا تعترفين إلا بالجسم وتنسين العقل؟ لماذا لا تقفين إلى جواري وتشجعيني؟ أشجعك على هلاكك؟ أشجعك على تجربة تهدد حياتنا بالخراب؟ أشجعك على الفناء؟ وأنا المرأة الحبيبة الأم؟ أنا السكن والعش؟ أنا البيت والعمار؟ إني أخون نفسي لو شجعتك، أخون حقيقتي، رسالتي، جوهري، أخون روحي. مستحيل، مستحيل. وألقت روزيتا بنفسها على صدر أوكومبا متوسلة. أعدني يا أوكومبا أنه لن يفعلها، أعدني، أعدني بشرفك العلمي. أعدك، لن أسمح له بهذا الحق. ولكن كيف، كيف تضمن؟ وأجاب أوكومبا بصوت ثابت، سوف أعتقله، إنه مخلوق خطر، إنه أخطر من كل الطواعين التي عرفتها البشرية. وفغر الدكتور شاهين فاهن غير مصدق، وانهار في مكانه فاقد الوعي. لم يكن الدكتور يصدق أنه سجين. نعم، سجين، وفي زنزانة جدرانها من المسلح ونوافذها من الحديد، تماما كسجون القرن العشرين. يحدث هذا في عصر النور والحرية والعلم. مستحيل، هذا حلم، كابوس. ولكنه ما زال يذكر صوت أوكومبا وهو ينزل على رأسه كالمطارق. سوف أعتقله، إنه مخلوق خطر، إنه أخطر من كل الطواعين التي عرفتها البشرية. هل أصبح طاعونا يخشى منه كل هذه الخشية؟ يا لها من نهاية. الدكتور شاهين الحائز على أعلى درجات الشرفية، جائزة السلام ونيشان إم حطب في العلوم ودكتورا بوليفيا. حاول شاهين أن يفكر بموضوعية وبهدوء وبحياد أكثر، وهمس في نفسه، ربما كان أوكومبا على صواب. نعم، فماذا يحدث لو أن كل من في الأرض تحولوا إلى أمواج، وخلت الأرض من الحياة البشرية، وانقرض من عليها من جنس الإنسان؟ ربما أخذ معه الحيوان أيضا. إنه الخراب، الخراب، وهي مقامرة قد تكون خاسرة. فقد يكون الإنسان في حالته الموجية غير فعال كما هو في حالته الجسمية الكثيفة، قد ينتقل إلى حالة لا وعي فيها ولا إحساس ولا إدراك ولا إرادة، فيصبح شبحا ظلا لا حول له ولا قوة. وهوى بيده على حديد الباب صارخا، ولكن لابد أن يجرب أحد، لابد من وسيلة نتأكد بها. إن العلم هو أن نعرف، وأنا أحق الناس بالتجربة. لابد أن يطلق سراحي لأجرب. هذه جريمة، هذه خيانة لروح العلم. وظل يدق القضبان الحديدية برأسه ويده حتى نزفت جراح جبهته، وانهار في مكانه متعبا وأغمض عينيه.
وحينما فتحهما بعد فترة رأى عبد الكريم واقفا عند رأسه ومعه سلة بها لحم وخضروات. وقال عبد الكريم: إن روزيتا مريضة في المستشفى من جراء الصدمة. ثم مال هامسا على أذني شاهين: سوف تجد في السلة في داخل الخبز النوتة التي طلبتها والقلم أيضا. اكتب لي المعادلات المطلوبة وشفرة الجهاز، وسوف أقوم بنفسي بإجراء التجارب وإذاعة النظرية في جميع الأوساط العلمية. فكر شاهين بسرعة، إنه يعرف أخلاق زميله وضعفه أمام إغراء الشهرة، ويعرف فيه أيضا نزواته الشريرة. من يدريه أنه لن يستخدم الجهاز لغير الأغراض التي قصد بها. إنها مغامرة قد تكلف ناسا أبرياء حياتهم وأعمارهم. تردد شاهين للحظة ثم قال وهو يأخذ الطعام من السلة ويعيد إلى عبد الكريم النوتة والقلم: لا، لن أكتب شيئا. ربما كان من الأفضل للعالم أن يموت السر معي كما قال أوكومبا. ثم أردف في عصبية: إما أن أقوم أنا بنفسي بالتجربة أو أموت والسر معي. إنها مسؤولية رهيبة لا يؤتمن عليها أحد. وظهرت خيبة الأمل على وجه عبد الكريم، وأضاف هامسا: كما تريد، إنما أردت أن أخدمك. ونظر إليه شاهين في توسل: إن كنت تريد أن تخدمني أطلق سراحي. وانتقض عبد الكريم هاتفا: مستحيل، لقد أصدر مجلس القوانين الحكم بالإعدام على كل من يطلق سراحك أو يساعدك على الفرار. حقا؟ أعيد حكم الإعدام إلى قائمة الأحكام بعد إلغائه طوال هذه السنين؟ هذا احتفال طريف بشخص الضعيف. لا تنسى أنك بجهازك تهدد بالإعدام للجنس البشري كله والحياة كلها. عندك حق، لأول مرة يستخدم حكم الإعدام في مكانه. وأطرق شاهين قليلا ثم قال في صوت مستسلم: حسنا، لقد قبلت مصيري. في تلك الليلة لم ينم عبد الكريم. إن فكرة الخلاص من الدكتور شاهين كانت دائما تطارده في نومه ويقظته، ويا لها من فكرة أن يتحول الدكتور شاهين إلى أمواج ويتبعثر بددا في الهواء، وأن يفعل ذلك الدكتور شاهين بنفسه فيوفر عليه مؤونة ارتكاب جريمة، وبذلك يخلو له الجو مع روزيتا، ولا تجد روزيتا سواه أمامها. إنه الوريث الشرعي لأستاذه في قلبها، وستصبح من حقه. يا لها من سعادة أن يضمها بين ذراعيه ويقبلها ويتحد بكل خلية من خلاياها. كانت أوصاله ترتجف لذة وهو يتخيل هذه الصور، وكان يغمض عينيه في نشوة يتمنى ألا يصحو منها. وقال لنفسه: نعم، ولماذا لا أطلق سراحه لينتحر ويريحنا؟ إن الإعدام سوف يكون جزاء من يفعلها، ولكن لا أحد سوف يعلم أني أنا الذي فعلتها. وغرق في التفكير لحظة ثم عاد يهمس: نعم، هناك 1000 وسيلة و1000 تدبير يمكن أن يبعدني عن مواطن الريبة. وأرح يده على جبينه قائلا لنفسه: ليس كذلك يا عبد الكريم؟ وابتسم ابتسامة شاحبة. كان الممر الطويل ذو الأنوار الخافتة الذي يؤدي إلى عنبر 10 في مستشفى السلام ملهما لعبد الكريم، وكانت الأفكار تتهافت عليه وهو يسير ببطء وخفة يحلم بوجه روزيتا. وأمام الغرفة 3B في عنبر 10 وقف يدق الباب برقة، ثم دخل إلى حيث سرير روزيتا وركع إلى جوارها وأمسك يدها يقبلها، وكانت أضعف من أن تشد يدها منه. قال لها في انفعال: روزيتا، يجب أن تفكري في مصيرك بحكمة أكثر. أنت متزوجة من مجنون، من قاتل أبشع من كل القتلة المحترفين، قاتل يريد أن يقضي على الحياة ويستأصل شأفتها. أنت تعذبين نفسك بدون مبرر، إنه لا يستحق دمعة واحدة من دموعك. كفى كفى، أنت آخر من يقول هذا الكلام، فأنت تعرف وتعرف قلبه، إنه رجل علم
إنه يريد أن يعرف الحقيقة، وهذا كل ما في الأمر. إن الحقيقة غايته، إنه لا يريد أن يقتل أحداً، لا يريد أن يقتل إلا نفسه. وقال عبد الكريم في غل: هل تصدقين بعد هذا أن يحبك وهو يبادر بهجرك بهذه الطريقة العلمية كما يقول؟ أنا أعرف أنه لا يحبني، وأنه يحب الحقيقة ويعشقها أكثر مما يعشقني، وهذه ليست المشكلة. إذن أين تكون المشكلة؟ المشكلة أني أنا التي أحب، ولا أستطيع أن أعيش بدونه. أنت لا تفهم أن الحب ما زال هو الشعور البدائي الباقي بلا منطق. فها أنت تحبني وأنا لا أحبك، ومع ذلك فشعورك هذا لا يقلل حبك لي أبدا، بل يزيده. نعم، قالها عبد الكريم في مرارة: لقد وضعت يدك على الجرح، لا أمل. إن الحب بلا عينين ولا أذنين وبلا عقل، إنه قدر، قدر. ونزلت من عينيه دمعة عصية. أمسكت روزيتا يده في إشفاق: ساعدني أرجوك، إنك تعرف عذابي لأنك تعيش في عذاب مثله. أريدك أن تقنعه، ليس بالعاطفة، فهو أقوى من عاطفته. أقنعه بالعقل والعمل أن يطرد هذه النظرية من مخه ويؤجلها إلى حين يبلغ أقصى شيخوخته، فيجريها على نفسه كما يشاء. أقنعه بأن يكتب تعهدا بهذا إلى أكاديمية العلوم وإلى المجلس الأعلى للقوانين. لو فعل هذا فإنهم سوف يطلقون سراحه على الفور. إنهم يعرفون جميعا أنه رجل يفي بكلمته، وأنه لا يكذب وعده أبدا. أرجوك أعدني. وقبل يدها وهو يغمغم: أعدك، ولكن كيف؟ كيف يساعدها ويضع خاتم الموت على قلبه؟ إنه يحبها، يعبدها، وهذا هو أمله الوحيد. كيف يخنق هذا الأمل؟ ولحساب من؟ لحسابه غريمه؟ ليعيش حتى يبلغ الشيخوخة ويصل إلى أرذل العمر، ثم يصير بعد ذلك أمواجا كما يشاء؟ وربما طارت معه هي أيضا. مستحيل. لقد صدقت حينما قالت إن الحب هو العاطفة البدائية الوحيدة التي لا ترى ولا تسمع ولا تفهم ولا تعقل، وأن قلوبنا ما زالت على وحشيتها وهمجيتها الأولى. لكنه اعترف لنفسه بالحيرة في أمر غريمة، وظل يسأل نفسه طول الوقت: كيف استطاع أن يرتفع فوق عواطفه؟ إنه بارد كالثلج دائما، يفكر في حياد وموضوعية، وكأنه عقل بحت بلا أهواء وبلا ميول. ولم يجد بدا من أن يقول لنفسه: إنه رجل علم حقيقي، نعم رجل علم حقيقي. قالها في حسد ومرارة وحقد، لا في إعجاب ومحبة. وحينما دخل عبد الكريم زنزانة الدكتور شاهين بعد ذلك، كان قد أعد كل شيء بدقة وإحكام. كان يحمل معه في سلة الطعام مغناطيسا صغيرا، ترانزستور قوته 0.5 مليون جاوس، وأدوات تنكرية دقيقة تتألف من فرشاة ومحلول بلاستيكي خاص يصنع للوجه جلدا مزيفا يشكله صاحبه كما يشاء. وضع المغناطيس في يد شاهين هامسا: بهذا المغناطيس سوف تتمكن من جذب حلقة المفاتيح من جيب الحارس على بعد 20 مترا. وحينما رفع شاهين بصره متسائلا أردف عبد الكريم: اطمئن، سوف يكون الحارس نائما بعد وجبة مناسبة من الديمورين. وأنت؟ أنا سوف أكل مع الحراس، وسوف يجري علي ما سوف يجري عليهم، فأغط معهم في النوم، وبذلك أصبح ضحية مثلهم. ولا تتجه إلي الشبهات، ولكن الديمورين مادة قاتلة إذا زادت عن قدر المعلوم. وإن إلى دقتي في الحساب، سوف أضع القدر الكافي الذي يجعلنا نوشك على الموت ولكن لا نموت. يجب أن يلحقني ضرر جسيم حتى أصبح بمناجاة من أي شبهة. ولكن اطمئن، لن يزيد الأمر على علاج شهر في مستشفى، ثم أعود إلى صحتي. وتردد شاهين لحظة ثم أعاد المغناطيس إلى صديقه: لا،
لن أقبل منك هذه التضحية. وقال عبد الكريم في ثبات: إما أن أضحي أنا هذه التضحية الصغيرة، أو تضحي أنت بعلمك كله على مذبح الجهل والسلطة. لا تنسى أنك مهدد بأن تدفن مع سرك، وربما دفن معك تاريخ من التقدم والحرية والسعادة لبني الإنسان. ولا تنسى أيضا أنك سوف تقوم بتضحية أكبر، تضحية هي أشبه بالانتحار، ولابد أن أحمل أنا أيضا نصيبي منها. إنه أضعف الإيمان، إن العلم لن يتقدم بدون ثمن. أنت تعرف أنهم جلدوا غاليليو وحرقوا برونو، ولابد لنا أن ندفع ضرائبنا. صدقت، لابد لنا أن ندفع ضرائبنا. وأخذ الدكتور شاهين المغناطيس مستسلما في حزن. وقال عبد الكريم: وبهذه الأدوات التنكرية سوف تدخل معمل بوليفيا كأي طالب عادي. وقال شاهين مبتسما: إنها ستكون تجربة من نوع جديد بالنسبة لي، لقد كنت أحب قراءة جيمس بوند وأنا صغير. وعلق عبد الكريم ضاحكا: سوف تكون مناسبة طريفة لتنمية هذه الميول القديمة. وضحك شاهين ساهما، ثم مد يده إلى صديقه في تأثر: إني لن أنسى لك هذه التضحية. وتعانق الرجلان. كان الحراس الثلاثة يأكلون في تلذذ، ويعلق رئيسهم ضاحكا موجها الكلام لعبد الكريم: هذا لحم شهي جدا، إني لم أكل مثله منذ سنين. أجاب عبد الكريم: لقد كلفت رئيس الطهاة بإعداده خصيصا. قال الرئيس الحراس: أشك أنهم يهتمون كثيرا بهذا السجين. قال حارس آخر: هذه أول مرة يفتحون فيها السجن منذ 20 سنة. قال حارس ثان: أنا لا أفهم لماذا سجنوه. قال الحارس الثالث: إنه إنسان شديد الطيبة. قال رئيس الحراس: إنهم يشيعون أنه اخترع قنبلة بدون صوت تقتل كل الناس وتفني الحياة من على الأرض. حارس آخر: قنبلة بدون صوت. رئيس الحراس: وبدون ضوء. حارس آخر سائلا: تنفجر في الأرض؟ لا تنفجر، ولا تحدث أي أضرار بالمباني، ولا تهدم أي شيء. إذن ماذا تفعل؟ تجعل الناس يذوبون ويتحولون إلى هراء. يا ساتر، أعوذ بالله. ولكن لا يبدو عليه أنه شرير بهذه الدرجة، إنه على العكس يبدو كطفل. أنا لا أصدق، إنها الإشاعات، ولكن الحقيقة لا يعلمها إلا رئيس الأكاديمية والمجلس الأعلى للقوانين. أنا لا أفهم كيف أن قنبلة لا تنفجر ولا يخرج لها صوت ولا ينبعث منها لهب ولا دخان، ومع ذلك تقتل الناس، كل الناس. هذا شيء لا يصدق، إني أشعر أحيانا أنه مظلوم. هذا ليس من شأننا على أي حال، إن الظلم سوف يقع على من ظلم، أما نحن حراس ولسنا قضاة. وبدأ رئيس الحراس يتثأب، وأعقبه الحراس الثلاثة الآخرون، وبعدهم عبد الكريم. ثم بدأت رؤوس الأربعة تثقل، ويخرج منها الكلام متقطعا بلا معنى ولا ترابط. ثم سكت الأربعة، وخيم الصمت تماما على الجميع، ما عدا أنفاسا تتردد بطيئة عميقة. ولو أن أحدا وقف يشهد ما حدث بعد ذلك لعجب كيف أن حلقة المفاتيح خرجت من جيب رئيس الحراس من تلقاء نفسها، ثم طارت في الهواء، ثم انحرفت في مسارها داخلة زنزانة السجين. مثل هذه الأشياء يفهمها جيدا عالم الطبيعة، يعرف ماذا يعني مغناطيس قوته 500,000 جاوس. أما الشخص العادي فسوف يفغر فمه دهشا. لم يضى شاهين لحظة، فقد فتح باب زنزانته وانطلق خارجا. نظرة واحدة إلى وجهه لم تكن لتقول أبدا إنه ذلك العالم العظيم الدكتور شاهين تكفور، عالم الطبيعة المغناطيسية. فقد كان يبدو شابا مورود الوجنتين في 18 من العمر، مثل أي طالب من طلبة جامعة بوليفيا الذين يترددون على معامل التمرين. ودخل الطالب إلى قاعة المغناطيسية، ونشعر أنه حسن الحظ جدا، فالوقت وقت غداء، والمعمل خال تقريبا إلا من عدد قليل من المحضرين، وبدأ يعمل في سرعة ودقة. بدأ في توصيل دائرة كهربائية شديدة التعقيد،
ثم بدأ في تشغيل المولدات العالية الجهد، ورعى في لحام جميع الوصلات أن تنصهر بالحرارة عند درجة معينة بعد انتهاء التجربة وتفقد معالمها. كيف كانت هذه التوصيلات؟ وكيف كانت هندسة الدائرة بالضبط؟ وبهذا لا يترك أثراً يدل على اختراعه. وقبل أن يلمس آخر وصلة، بادر بكتابة هذه السطور القليلة ووضعها في مكان ظاهر قرب الجهاز. يستطيع من يضبط جهازه على الطول الموجي للجذر التربيعي للرقم 979.333 ميكروسيكل أن يراني أنا الدكتور شاهين تكفور، فهذه الموجة بهذا الطول المعين المذكور هي نفسي أنا الدكتور شاهين في رحلة الأولى في الفضاء، وفي أول محاولة بشرية لتخطي حدود الجسد والخروج من الأرض والارتحال على شكل موجة إلى فضاء السدم والمجرات عند أطراف اللانهائية. سوف أكون أول عين ترى باطن الشمس وسطح المشتري وأعماق زحل. سوف أكون أول من ينقل لكم الرؤى من عالم الأمواج. وداعا يا رفاق، سامحيني يا روزيتا، وإلى لقاء أبدي في عالم الظلال. إمضاء شاهين تكفور. كتب شاهين هذه السطور ثم لمس آخر وصلة في الجهاز، فتوهجت صمامات التحويل وسمعت صرخة في أقصى المعمل. صح أحد المحضرين وهو يشير إلى زميل يقف بجواره: يا إلهي، انظر، هناك رجل يختفي تدريجيا كالشبح ويذوب. كل أجهزة تلفزيون العالم تحولت على موجة الجذر التربيعي للعدد 979.333 ميكروسيكل. الأنفاس في الصدور توقفت لاهثة وهي تتابع صورة أول إنسان تخطى حاجز الجسد وراح ينقل إلى الدنيا حكاية من عالم الأمواج. وتسمرت العيون محملقة في الشاشة الصغيرة، وتوقفت عجلة الحياة في لحظة صمت مرتع، وتحول الملايين من البشر إلى حواس مرهفة مشحونة بالتوقع. امرأة واحدة كان قلبها يدمي ودموعها تسيل محترقة كلما حملقت في الرجل، هي روزيتا. كانت تهمس وهي تنظر إليه: لماذا فعلتها يا حبيب؟ لماذا تركتني؟ لماذا لم تأخذني معك؟ كانت تتحسس ظله باكية: هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ ولكنه لم يكن يسمع أحدا، كان قد عبر الحدود إلى عالم آخر. وجاء صوته يتدفق بالنشوة: أعتقد أنني أسير بسرعة هائلة، فقد بلغت منطقة المريخ بين الكواكبات والمشتري في زمن لا يذكر، ومعنى هذا أني أسير بسرعة تقرب من سرعة الضوء، والسماء بالنسبة لي فسفورية متألقة، والفضاء ليس فضاء وإنما هو ملاء، ملاء بالأمواج والشحن الكهربية، وهي أشياء يمكن أن أصفها من وجهة نظري بأنها مخلوقات وكائنات ذات ملامح وتقاطيع وشخصية. مررت الآن بكويكب الصغير إيروس، وهو أرض قاحلة جرداء صلبة في حجم شبرة عندنا، ولكنه مستطيل كسيجار مبطط، شكله يدل على أنه بقية من كوكب كبير تمزق منذ أجيال خلت. كوكب المشتري العظيم يضيء من بعيد وهو يتألق كأنه ألف قمر، يبدو من حركته حول نفسه أنه سائل، فهو يتفلطح وينبعج من وسطه، وحوله أحزمة برتقالية مكهربة مكونة من الأيونات تشبه أحزمة فان آلن عندنا في جو الأرض. قوته الجاذبية شديدة. كنت أتمنى أن تكون معي أجهزة معمل بوليفيا لأقيسها بالضبط، ولكني أشعر أنه يشدني تماما وأنه يبطئ من سرعتي، وأني أنحني حول سطحه وأراه على طول المدى مياها زرقاء ممتدة إلى الأفق أشبه في لونه بغاز الهيليوم السائل، وجزرا متناثرة من ثلج ثاني أكسيد الكربون، ورائحته نشادرية شديدة، محيط بلا شطآن تعلو فيه الأمواج والمدود كالجبال، وكلها غازات سائلة من شدة البرودة، فوران ودفق وزبد وخضم سائل في حالة حركة مستمرة 1300 مرة حجم الأرض،
انعكاس الشمس يجعله يبرق كالفضة. الغروب على الأفق رائع وشاعري، وحزم الإشعاع تلمع في جو الليل مثل أنهار من الزمرد والياقوت. وفوق رأسي 7 أقمار من أقماره 15 تدور بسرعة حوله، أكبرها جانيميد. ها نحن نقترب من زحل، وهو مثل جوبيتر، هائل الحجم، يتكون من غازات سائلة، وكثافته أخف من الماء، وسريع الدوران حول نفسه بدرجة تجعل بطنه تقض وتنبعج إلى الخارج من فرط السرعة. أنا الآن أنظر إليه من على قمره الكبير تيتان، وهو القمر الوحيد في المجموعة الشمسية الذي له جو، جو سام من غاز الميثان للأسف، أو يبدو أن هناك خطأ ما، فأنا أرى حياة على تيتان، أو لعلها حياة من نوع آخر تتنفس الميثان وتنتعش في درجات البرودة القصوى. مخلوقات كثيفة تبرق كما لو كانت من النكلي والقصدير. إن سرعة الهائلة تحملني الآن إلى القمر الثاني ميماس، أقرب الأقمار إلى زحل، ولا شك أنه يصلح محطة فضائية ممتازة للملاحظة والرصد، فهو صلب ويتألف من جبال مدببة كالإبر وخال من الحياة. أنا أمر بميماس الآن مسرعا لأدخل في العجلة المضيئة حول زحل، عجلة غريبة من الضوء، عرضها 40,000 ميل وسمكها حوالي 10 أميال، تتألف من حصى ورمل وبرد معلق في الفضاء يلمع بانعكاس الشمس عليه، ويدور حول الكوكب على بعد 6,000 ميل من سطحه. وهذه العجلة من الفتات المتبقي من 3 أقمار تمزقت حينما اقتربت من نطاق جاذبية الكوكب، وهي ما زالت تمطر الكوكب بمطر منهمر من الشهب والنيازك. لا شك أن الحياة على الكوكب بالنسبة لحالتنا البشرية سوف تكون مستحيلة، وإن كنت أرى أشباحا لا حصر لها تسبح في غازاته السائلة لا تمت إلى صورتنا البشرية بصلة، وربما كانت أنواعا منحطة من التموجات. سرعتي تحملني الآن خارج المجموعة الشمسية، ولكني أطوق إلى رؤية الشمس والنزول إلى باطنها قبل أن أبرحها إلى أطراف المجرة. لابد أن أتسارع عائدا من حيث جئت، إن التسارع خاصية غريبة وقدرة كامنة في الحياة الموجية لا علم لكم بها في معامل الأرض. أنا اكتشفتها الآن في نفسي لأول مرة، ومعنى هذا أني أستطيع أن أرفع سرعتي بإرادة الحرة وأتجاوز بها سرعة الضوء، وهي استحالة مطلقة في نظر أينشتاين. أن تكون هناك سرعة أعلى من سرعة الضوء محض استحالة، فسرعة الضوء هي سقف المعرفة في نظر الرياضيات الفلكية الأرضية، هكذا كنا نتعلم، ولكن هذا غير صحيح. فها أنا أشعر أني أتسارع مقتربا من حافة سرعة الضوء، وحينما أتجاوزها سوف أفقد إحساسي بالزمن والمكان تماما، وسوف أدخل نطاق الأبدية وأختفي كصورة من على شاشاتكم، حيث لن أعود موجة الجذر التربيعي 979.333، وإنما سأكتسب حالة جديدة يستحيل استقبالها بأجهزتكم المعروفة، حالة شديدة الشفافية. وكانت صورته تشف بالفعل تدريجيا على شاشات التلفزيون، ثم اختفت تماما وأغمى على روزيتا، وحدث هرج وذعر بين المشاهدين في كافة أنحاء الكرة الأرضية. ألن يعود الدكتور شاهين إلى الظهور؟ ماذا يعني التسارع؟ وماذا يعني تجاوز سرعة الضوء؟ وهل يوجد عالم آخر في اللازمان ولا مكان بالفعل؟ وما هي صورته إن كانت له صورة؟ إن الدكتور شاهين الآن يخترق هذا العالم، ولكنه صمت تماما واختفى، ومعنى هذا أن الاتصال على المستوى المادي الآلي مستحيل بين العالمين. هل هذه هي الآخرة؟ وما معناها؟ الثواب والعقاب؟ أم محض الانتقال؟ أم النشوء والارتقاء بالمعنى الموجي؟ وإلى جوار روزيتا جلس عبد الكريم يمسح على جبهته في اضطراب. إن المعاني الدينية تؤرقه، والإحساس بأن هناك عدالة سماوية لا يفوتها ذنب مذنب يفزعه، فهو يشعر بأنه قاتل، وربما كان في الواقع قد أرسل صديقه إلى حياة أنبل وأجمل، لكن في حقيقة ضميره
كان يفعل هذا على أنه قتل وإبعاد، وعلى مستوى الضمير والنية هو قاتل، ومصيره جهنم إن كانت هناك جهنم. فإذا لم تكن جهنم، وإن كانت رحلة الحياة في الدنيا والآخرة هي رحلة ارتقاء ونشوء وتطور، فإنه قطعا سوف يتطور ببطء وتثاقل، وربما ظل يعاشر الأمواج المنحطة على زحل أجيالا طويلة، يشاركها حياة الغرق في الغازات السائلة مفرطة البرودة. وغلبه حبه فنسي كل شيء إلا أنه مع روزيتا، فليذهب كل شيء إلى الجحيم. وفتحت روزيتا عينيها وغمغمت باكية: لقد ذهب، ذهب، لن يعود. كفى جنونا يا روزيتا، أنت تتكلمين عن شبح لا وجود له، أنت تربطين حياتك بعدم. لقد كان أمامي، لقد كان يملأ سمعي وبصري بنبراته الحلوة وصورته المتألقة، لماذا حرمني حتى من أن ألمس ظله؟ أنت تمسكين بالهباء، أنت تحتضنين خواء، إن معاني الحب لم تخلق لنمنحها للفراغ. إنه ليس فراغا روزيتا، ليس فراغا ما يملأ قلبي وروحي، ولكن أنا يا روزيتا، أنا الذي أجلس بجانبك ملء سمعك وبصرك وإحساسك، أنا أين مكاني؟ ألا أملأ عليك درة من قلبك؟ روزيتا كأنها لا تسمعه. أتظن أنه سوف يعود؟ في ثورة وقد نسي نفسه. لو عاد فإني سوف أقتله، سوف أحطم هذه الشاشة لو ظهر عليها ثانية. روزيتا مبهوتة: عبد الكريم! انهار إلى جوارها: نعم يا روزيتا، لقد جننت، إني أشعر أنني أصبحت باهتا، أكثر بهتانا من ظل، وأكثر تجردا من شبح، أشعر أني أصبحت مجوفا من الداخل، مفزعا أكثر من خواء، وإنه لإحساس فظيع. ونكس بصره في الأرض خجلا وهو يتمتم: لماذا أحبك كل هذا الحب؟ لماذا أحببتك؟ تغني في واديها: ولماذا أحببته أنا؟ لماذا لا تجمعنا تعاستنا على حب أو حتى على إشفاق؟ تحسست روزيتا جبين عبد الكريم: إن قلبي ملؤه الإشفاق عليك. يا ليديك الجميلتين، إن لهما لمسة كالجنة، لا تتركيني يا روزيتا. وجاء صوت الدكتور شاهين عبر الأثير، وعادت صورته تتألق على الشاشة: أنا أقترب الآن من كوكب فينوس الزهرة، وكان لابد أن أتثاقل حتى أعود إلى حالة الجذر التربيعي 979333 ميكروسيكل، حيث يمكن متابعتي بأجهزتكم. ولم يكن هذا التثاقل سهلا، فالحالة الأبدية، وأنا أسميها الحالة الثالثة للمادة، هي من السحر والإغراء واللذة، بحيث يصعب ويستحيل أحيانا مباراحتها. إنها أشبه بحرية مطلقة وانعتاق كلي، وأنا أفهم الآن لماذا لا يعود من يموت إلى الأرض، ولماذا ينسى حياته الأولى وما فيها. إنه يعبر حاجز الوجود المحدود إلى حالة من اللا زمان واللا مكان، حالة من الكلية والانتشار والجمال، تتضاءل إلى جوارها كل الذكريات. ولا يمكن أن أصف هذه الحالة الثالثة للمادة، فأنا لا أجد لغة مشتركة أصفها بها. إنها حالة لا توصف، وإنما تعاش وتعانى. حسنا، فلنعد إذن إلى ما يمكن أن نفهمه نحن الاثنين، لنعد إلى عالمنا الفلكي المشترك. إني أدخل الآن في جو الزهرة الكثيف، وهو جو بارد يشبه شتاء كندا، ويصل إلى 60 درجة تحت الصفر، ويتألف من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ويبلغ ألوف الأميال في كثافته. وتحت هذا الغلاف الجوي السميك توجد أرض شديدة السخونة تشبه أرضنا حجما وجاذبية وكثافة. وأعتقد أنه إذا أمكن تمزيق الغلاف الجوي السميك بقنبلة نيوترون، الاقتراح الذي اقترحه العالم التركي عصمت آغا، فإن درجة حرارة سطح الكوكب ستنخفض لدرجة تسمح بنمو الحياة النباتية على سطحه، وبالإمكان في خلال سنوات قليلة أن يتحول فينوس إلى الجنة الاستوائية الموعودة. ولا شك أن كوكب فينوس هو مهجر مناسب جدا، حينما تبرد الشمس وتصبح أبرد من أن تلائم الحياة البشرية.
ولهذا أرى البدء في تفجير جوه وإعداده من الآن لهذه الهجرة الوشيكة. وبعد لحظات من هذا التصريح، كان أوكومبا رئيس أكاديمية العلوم يعطي أمرا بإطلاق قنبلة نيوترون في اتجاه كوكب فينوس، وسمع صوت الدكتور شاهين يقول: شكرا يا أوكومبا على ثقتك، لقد بادرتم بالفعل بالأخذ برأيي، وها أنا ذا أرى الصاروخ الذي يحمل قذيفتكم خارجا من غلافكم الجوي الأرضي، وهو يسير ببطء بالنسبة لي، يسير ببطء عربة كارو محملة بالدبش يجرها حصان عجوز منهك القوة. بعد أيام سوف ترون منظرا رائعا حينما ينفجر غلاف فينوس الجوي ويتمزق. اضبطوا تلسكوباتكم البصرية من الآن وتلسكوباتكم اللاسلكية أيضا، لن أستمتع بهذا المنظر، سوف أكون قد بارحت المجموعة الشمسية والمجرة كلها بوقت طويل بحساب البطء الشديد الذي تسيل به قذيفتكم السلحفائية. أعتقد أنه سيحدث النمو وستقوم الحياة على سطح فينوس تلقائيا بدون نقل أي حياة من على الأرض بالفعل التنشيطي لإشعاع نيوترون وبتمزق الغلاف الجوي العازل الذي يحفظ الكوكب ساخنا في درجة الغليان. إني أتسارع الآن مقتربا من الشمس وأصل إلى عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، وهو أصغر من الأرض بثمانية عشر مرة، وله وجه ملتهب يواجه الشمس وتسيل منه أنهار من الرصاص المنصهر، ووجه آخر بعيد عن الشمس غارق في الظل وبارد على الدوام، وهو يدور حول الشمس بسرعة كزنبور مجنون ويكمل السنة في 88 يوم، ويدور حول نفسه ببطء شديد فيكمل اليوم الواحد في سنة. وبقدر علمي لا أرى حياة على سطحه، أشعر الآن أني أتسارع أكثر مندفعا نحو الشمس، وإذا استمر هذا التسارع فسوف أعبر حاجز الضوء وأنتقل إلى الحياة الثالثة وأختفي من على شاشاتكم، ولن أظنني سوف أستطيع بعد ذلك العودة إلى الحالة الثانية الموجات حيث يمكن أن أتصل بكم. إن قوى الجذب الهائلة للشمس هي التي تشدني هذه المرة مؤدية إلى هذا التسارع الهائل، إنها أشبه بيد الصياد القوية تمتد لتتلقف السهم الذي أفلت منه. أنا أشعر شعور العائد إلى المنبع ومعي معاشر من آلاف مؤلفة وملايين لا تعد من الأمواج تتسارع في حنين إلى الضوء. إن كل ما تعلمناه عن الضوء وعن 20 مليون درجة حرارة في باطن الشمس، تلك الدرجات التي كنا نرتجف ونحن نسمعها، كان خيالا قاصرا. هذه الدرجات القصوى هي الحياة، قمة الحياة وذروة الفعل الخالص. في باطن الشمس لا شيء يحترق، وإنما هناك ذروة الفعل والانفعال، هناك النور، هناك يتوتر القوس بأقصى طاقته ليطلقنا نحن السهام الصغيرة من قيودنا ويرسلنا محلقين في اللازمان واللامكان مهاجرين في شوق إلى المطلق. نعم، فأنا أرى الآن في يقين أن الله موجود، بل هو الحقيقة الوحيدة التي غابت عنا جميعا في غرور التقدم المادي، ولا أمل لي في النجاة إلا بمغفرة. وداعا يا روزيتا، وشكرا على مساعدتك يا عبد الكريم، وبالأحضان أيتها الرحمة. واختفى صوت شاهين واختفت صورته، هذه المرة إلى غير عودة، وتجمد وجه روزيتا كتمثال من الصدمة، وأخفى عبد الكريم وجهه في يديه وقد شعر أنه افتضح. استمر الحداد على الدكتور شاهين 3 أيام، ورفعت الأعلام السود في كل مكان، واستولى الوجوم على كل قلب، واستولى على عبد الكريم شعور مؤرق بأنه يسير عريانا، وأنه كالخطيئة التي خلعوا عنها قناعها. إن كل واحد يعرف الآن أن عبد الكريم هو الذي فعلها، هو الذي قتل الدكتور شاهين، هو الذي جعل الدكتور شاهين يختفي ومعه سر اختراعه. وربما ستمر أحقاب وأجيال قبل أن تضع الإنسانية يدها مرة أخرى على هذا السر، وربما لن تصل إليه أبدا. وروزيتا تعلم الآن أنه هو الذي حرمها من حبها الوحيد، وهي لن تغفر له. والمجلس الأعلى للقوانين ينتظر منه أن يتقدم ليعترف، ورئيس الأكاديمية أوكومبا
أرسل في طلبه. إنه محاصر، محكوم عليه، وهو جبان، أجبن من أن ينتحر، وأجبن من أن يواجه تهمته، وهو يكتوي لأول مرة بعذاب النفس. لقد قالت له روزيتا ذات ليلة ألا شيء يطهر النفس كالعذاب، وهو لم يكن يفهم لهذا الكلام معنى، ولكنه الآن يعلم ما معنى أن يتعذب، وما معنى أن يحترق حتى يتطهر. إنه لا يتساءل دهشا في فحمة الليل كيف امتلأ قلبه حقدا وكراهية باسم الحب؟ هل كان حبا أم أنانية أم شهوة أم نزوة؟ هل كان يريد روزيتا لنفسه حقا أم أن كبرياءها ونقاءها هما اللذان حركا فيه شهوة امتلاكها؟ لقد كان يريد أن يكون زوجها الثاني ليذل نقاءها وليحرمها من عذرها الوحيد في الحب وحجتها الوحيدة في الوفاء. كانت كلمة حب تؤذيه، وكلمة وفاء تجعله يشعر في أعماق نفسه بالوضاعة. كانت راحته الوحيدة في أن يرى كل الناس مثله، لا حب عندهم ولا وفاء، وإنما مخلوقات تحركها ضرورات الجوع والخوف واللذة. إن العالم النفسي ليوبوف لم يكن على صواب حينما قال إن المشكلة أن إنسان العصر ما زالت عنده طاقة عنف في حاجة إلى مخارج طبيعية لتصرفها، فهناك ما هو أخطر من العنف، إن الناس لا يحبون بعضهم بعضا بما فيه الكفاية، وهم حينما يبدون الحب يخفون الحسد، وحينما يظهرون الشفقة يخفون الحقد. وزوال الطبقات والمساواة في الفرص وتيسير الغذاء والكساء والدواء والضمان الاجتماعي في العجز والشيخوخة لم يحقق المساواة بعد، فما زالت هناك فروق نولد بها، وتحت إيهابنا نخفي نفوسا متباينة القوة والضعف، متباينة الذكاء والغباء، الخامل والعبقري، الخبيث والطيب، حتى بعد أن تشابهت الوجوه والملامح والتقاطيع. من طول ما اختلطت وتزاوجت الأجناس المختلفة ما زلنا مختلفين، ما زلنا كما تقول روزيتا صفرا وسودا وحمرا وبيضا، وهو اختلاف في جوهر الخليقة، ولابد أن نقبله بالمحبة الكافية، بالروح الرياضية الضرورية، بلا حقد وبلا حسد، إذا كان لابد لنا أن نبلغ التكامل الخلقي المطلوب. كان عبد الكريم يفكر، وكان يعاني لأول مرة عذاب النفس في إدراك ذاتها. الأول من مارس سنة 2067، اعترف عبد الكريم بما فعله أمام مجلس القوانين، وطلب أن يكون عقابه كريماً ومتناسباً مع مكانته العلمية. قال إنه يريد أن يتعذب عذاباً يفيد الناس حتى لا يكون عقابه مجرد انتقام، وقال إنه قام بتصميم صاروخ يسافر إلى كوكب المشتري بدون أن يحمل مؤونة، مستخدما بذلك نظرية التبريد الشديد لدرجة الصفر المطلق، وهي الدرجة التي تتوقف فيها جميع عمليات الجسم الحيوية فلا يعود يحتاج إلى غذاء أو هواء. وبالتدفئة التدريجية يمكن إعادة الحياة إلى الجسم عند وصول الصاروخ إلى المشتري بعد 6 شهور من السفر في الفضاء. وقال عبد الكريم إن الوصول إلى المشتري أصبح ضرورياً بعد أن اتضح أن البروتوبولازما الحية الجديدة التي صنعها الطبيب الأسترالي لاغ في المعمل تعيش وتتناسل في بيئة مفضلة من محلول النشادر وجو ثاني أكسيد الكربون وفي درجات البرودة القصوى، وهي نفس الظروف المعيشية في كوكب المشتري، حيث الكوكب كله من غاز ثاني أكسيد الكربون والنشادر السائلين، وأنه لو وضعت هذه البذرة الجديدة في المشتري فسوف يضعها في أرضها وبيئتها. وقال في ختام اعترافه إن أقل ما يقدمه مقابل ضياع حياة الدكتور شاهين هو أن ينقل الحياة للكوكب الميت الذي خلى من كل حياة جوبيتر، وطلب من أكاديمية العلم أن تمنحه شرف هذه التضحية في أن يكون أول من يحمل مشقة هذه الرحلة وأول من يضع بذرة الحياة على وجه جوبيتر. وقد وافق أوكومبا على طلبه، ولكن ما حدث من اكتشافات الدكتور شاهين كان قد غير عقول الناس، ولم يعد أحد يعبأ بالصواريخ والقذائف والأقمار. كتبت جريدة القاهرة تحت عنوان
الحالة الثانية للمادة، إن هذه الصواريخ أصبحت كلعب الأطفال، إلى جانب الكشف الهائل الذي كشفه الدكتور شاهين عن إمكان تحلل الجسد إلى المكافئ الموجي له، وعن إمكان حياة هذا المكافئ الموجي حياة العقل المجردة والإرادة الحرة، حيث يمكن أن يسافر الإنسان بهذه الحالة الثانية للمادة عبر متاهات الفضاء ليصل إلى الكواكب في دقائق وثوان، دون أن يخشى برودة أو حرارة، ودون أن يحتاج إلى غذاء يأكله أو هواء يتنفسه. وكتبت جريدة العلم الجديد تحت عنوان التسارع والحالة الثالثة للمادة، تقول إن كشف الدكتور شاهين لظاهرة التسارع قد حطم كل مقولات العلم القديم، فالضوء لم يعد سقف المعرفة، وسرعة الضوء لم تعد الحد الأقصى لجميع السرع، وبإمكان الإرادة الحرة في صورتها الموجية أن تحقق التسارع الأقصى الذي يحملها عبر حافة الضوء ويتجاوز بها سرعته التقليدية 186 ألف ميل في الثانية، لتتخلص نهائيا من حدود الزمان والمكان وتصل إلى الحالة الثالثة للمادة، وتحقق بذلك انعتاقها الكلي وحريتها المطلقة، وتبلغ اللا زمان واللا مكان والخلود. وبدأ الرأي العام يضع العلماء أمام ضرورة العثور على سر اختراع الدكتور شاهين، وانقطع علماء معهد بوليفيا في محاولة محمومة لتقصي هذا السر بالحدس والتخمين والتجربة والاستجواب الدقيق لكل من عرف أو شاهد الدكتور الراحل وهو يقوم بتجربته، ولكن الليالي الطويلة من السهر والتفكير والتجارب المضنية انتهت إلى لا شيء. لقد انسدل ستار على الحقيقة، ومات السر مع صاحبه، ولم يشأ صاحبه لحكمة في نفسه أن يبوح به قبل أن يرحل إلى عالمه الآخر. لقد آثر أن يترك الجميع في ذهول، وقد تقازمت أمامهم عظائم الاختراعات، فأصبحت صواريخ النيوترون التي تسير بنصف سرعة الضوء مثل عربات الكرو المحملة بالدبش تجرها خيول منهكة، مجرد سلاحف لاهثة بطيئة. أراد ذلك العالم أن يقضي على غرور العصر وكبريائه، ويفتح القلوب على إحساس علمي صادق بالسماحة والتواضع. وكانت المراصد كل يوم تسجل مسار قنبلة النيوترون المرتحلة إلى فينوس، وكانت ما زالت هناك شهور باقية قبل أن تصل القنبلة إلى غايتها. ودخل الكل في جدل علمي، وكالعادة أنستهم التفاصيل حقيقة كبرى أطلقها الدكتور شاهين، أن الله موجود. هل نسوا أو تناسوا أو أعمتهم الحياة المادية التي غرقوا فيها من جديد؟ كتبت جريدة المادية الجدلية إن ما قاله الدكتور شاهين يعد انتكاسة مخجلة للفكر العلمي، فقد عقله وأصابه الخبال، وأن كلامه عن الله ترهات صوفية. وفي العاشر من مارس سنة 1967 دخل عبد الكريم غرفة التبريد في الصاروخ الذاهب إلى جوبتر بعد أن أخذ حقنة مخدرة خاصة، وبدأ التبريد بتبخر الغازات السائلة في مجال مغناطيسي قوي، وأخذت حرارة الغرفة في الانخفاض تدريجيا، 0 10 تحت 0 20 تحت 0. كل ما شعر به عبد الكريم كان هو شعور كالحلم، إنه ينام على ضباب من الثلج المندوف، وإن إحساسه يتبلد شيئا فشيئا، وبدأ يغط في هذه البلادة. أخيرا لم يعد يحب، لم يعد يكره، لم يعد يتألم، لم يعد يفرح. وعما قليل يدخل في مرحلة شبه الموت، حيث ينعدم كل شعور نهائيا، وتنعدم كل مطالب الجسد والروح والقلب، لا جوع ولا عطش ولا روزيتا ولا الدكتور شاهين، لا شيء على الإطلاق. 70 تحت 0 120 تحت 0 190 تحت 0 215 تحت 0. بلغ الصفر المطلق، أبرد درجة في فضاء الكون، الدرجة التي تسكن عندها الذرات ويسكن ألمه. وفي قارورة صغيرة استقرت بضعة بروتوبلازما حية، هي بذرة الحياة الجديدة التي ستوضع في تربة جوبيتر لتبدأ مخاض آلام جديدة على الكوكب النائي. وتتبعت الصحف العالمية رحلة الصاروخ بحماس شديد، ونسي الكل كل شيء عن الله
وغرقوا في تلك الحمى المادية العلمية من جديد. في 20 مارس سنة 2067، دلت التحليلات للإشارات التي ترسلها الأجهزة الأوتوماتيكية المركبة في جسم عبد الكريم أن عبد الكريم قد مات بالفعل، وأنه لن يمكن بعثه. وأكدت المحاولات الأولى لإعادة الدفء إلى جسده أنها محاولات مع جثة انتهى أمرها. وقال أوكومبا في أسف: لقد كان يريد أن يموت. وكتبت جريدة الفلك الحديث تقول: إن الأقمار التي تدور حول المشتري سوف يصبح عددها 13 قمراً، أما القمر 13 فهو كفن عبد الكريم الذي سيصل إلى فلك الكوكب بعد شهور ويستقر دائرا فيه إلى الأبد. لقد أراد عبد الكريم أن يحمل بذرة الحياة إلى الكوكب، فلم يحمل إليه سوى كفنه. أما روزيتا فقد كانت تقرأ هذه الأخبار والمقالات والأعمدة الطويلة، وعلى شفتيها دائما ابتسامة شاحبة. كانت تشعر بالدهشة. لماذا يفكر الرجل في الكواكب والنجوم؟ لماذا يرتحل مهاجرا ليكتشف له مسكنا على بعد ملايين وملايين الأميال وهو لم يكتشف بعد عشه الصغير على الأرض؟ وهذه الآلات المعقدة والماكينات والمصانع والمداخن التي تحجب وجه الشمس، وتلك الأنابيب والمواسير والمحركات التي تكيف الجو وتنزل المطر وتمحو الرطوبة، والصانع العظيم الذي صنعها لا يعرف كيف يكيف قلبه ولا كيف يرطب روحه. لماذا لا يفكر أحد في ذرة محبة كما يفكر الكل في كل مكان في ذرة الحديد والنحاس واليورانيوم؟ كانت تنظر إلى السماء قائلة في عتاب: لماذا سكنت السماء يا حبيبي وقلبي أكثر اتساعا لك؟ لماذا لم تدرك بعلمك العظيم أن مجال المحبة أقوى من مجال أي مغناطيس، وأقوى من مجال أي نجم وأي كوكب، وأن مجال المحبة هو الذي أعطى لهذه الأشياء المادية مداراتها وحفظها في أفلاكها؟ وكانت تبكي في صمت وهدوء كلما تطلعت إلى السماء وتهمس: يا إلهي، خذني إلى حبيبي، أريد أن ألقاه لأحادثه وأهمس في أذني، فإن هذا العالم العظيم مكتشف الحقيقة لم يكتشف أنوار قلب امرأة كانت تعيش بجواره. وفي لحظات السلوى والعزاء حينما كان الجنين يتحرك في أحشائها، كانت تلتمس مواطئ قدميه الصغيرتين بأصابعها هامسة: يا سيد الكل، يا ساكن الغيب، يا ساكن ظلمة المستقبل، متى تخرج لتقول لهم أن ينظروا لحظة إلى داخل نفوسهم بدلا من أن يوجهوا مناظيرهم إلى متاهات الفضاء؟ تقول لهم إنه من الداخل يخرج كل شيء، من الداخل خرجت أنا، وربما أيضا خرج ذلك الكون العظيم الذي أفقدكم العقل. وكانت تسجد وتصلي وتبكي. كانت الوحيدة في عالم الكفر التي صدقت وآمنت أن الله موجود.